السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، معكم منصور ناصر وحلقة جديدة من لقاءات حرة مع مفكرين وكتاب مشهورين ومعروفين. أنا اليوم أستضيف الصديق والمفكر شريف يونس، دكتور شريف يونس، في حوار حول موضوع الساعة وهو مسلسل معاوية. هذا المسلسل الذي انشغل به كثيرون وتراوحت الآراء بين مؤيد لعرضه ورافض لذلك. هذا الموضوع احنا راح نتناوله بطريقة اعتقد مختلفة، كل منا لديه رؤية لهذا الأمر، ليست رؤية المتدين وليست رؤية صاحب الموقف الأيديولوجي أو السياسي، إنما رؤية الذي يحاول أن يستكشف ما حصل كما هو. في رأيي نحن نحتاج إلى أن ننظر الموضوع بطريقة موضوعية خارجة عن الإطار المعتاد الذي يحاول أن ينتصر إلى علي أو ينتصر إلى معاوية أو يحاول تسوية الأمور فيما بينهما. وأرى شخصيا بأن هذه المحاولات لم تنجح حتى يومنا هذا، فما الحاجة لأن نقول بأنهم كل الصحابة عدول، وفي الحقيقة هم ليسوا بعدول. الهدف كما أرى بأنه إحنا لا نريد أن نواجه الحقائق كما هي، إنما نحاول دائما أن نتغافل المشاكل الحقيقية وأن ندعي بأننا في كامل الصحة الروحية والدينية والثقافية والمعرفية، وأن كل المشاكل هي خارجنا تماما. أرحب بالدكتور شريف يونس في هذا الحوار، والذي أتمنى أن يكون يقدم إضاءة جديدة لواقع المنطقة وتاريخها، ويضيف شيء لجمهورنا المتعطش لقراءة جديدة لواقعنا. أهلا بك وألف شكر على الاستضافة، وتحية للجمهور المستمعين الحاضرين واللي هيسمعونا بعدين. أهلا بك. فأنا أتمنى أبدأ معك بأن تتحدث لنا عن رؤيتك لهذا الموضوع، فأترك الفرصة لك. بعد ذلك أنا أحاول أن أقدم إضاءة لهذا الموضوع، ومن ثم سنحاول أن نناقش ما آراءنا مع بعض واعتراضاتنا على الأفكار التي سنتداولها، وأيضا نستمع إلى رأي المشاهدين أو المتابعين. تفضل. يعني أعتقد أنه لما نيجي نتكلم عن معاوية باعتباره أول الخلفاء الأمويين أو أول الحكام الأمويين، ده يختلف خالص عن لو اتكلمنا مثلا عن عبد الملك بن مروان، او اتكلمنا عن الخليفة هارون الرشيد، او مش عارف خليفة فاطمي، او الى غير ذلك، لان هو ما هوش شخصية تقليدية او واحد في طابور الحكام والمسمين الخلفاء في الفترة دي، ولكن هو عمل تغيير جوهري في تاريخ الفترة، يعني بمعنى ان هو قبل معاوية شيء وبعد معاوية شيء تاني، لأنه قبل كده ما كانش فيه نظام راسخ للحكم، وكان مركز الحكم كان من أماكن اللي خرجت منها الجيوش الفاتحة في المدينة يثرب، وبعده بقت في دمشق، وبقى في نظام وراثي، بقت في أسرة حاكمة، وبقى في نظام حكم مختلف، وهذا النظام هو الذي يعني اتبعه الجميع بما فيه المتمردين عليه لما كانوا بيقدروا يوصلوا للسلطة. غير ان هو طبعا وصل، يعني هو اسس هذا النظام الجديد لما ابتدى حكمه سنة 41 هجرية في سياق حرب شاملة ما بين الجماعات الإسلامية الفاتحة دي وبعضها البعض، اللي هي كانت اوريدي من ايام وقت عمر بن الخطاب فتحت مصر وفتحت الشام وفتحت العراق، وبالتالي كان في امبراطوريه لا باس بيها، طبعا توسعت بعد كده في العهد الاموي،
وهذه المنطقة المتسعة اللي هي أغنى بمراحل وأكثر ثراء حضاريا ومن كل النواحي من البيئة اللي خرجت منها الجيوش الفاتحة. فهذه المناطق يعني أصبحت هي المركز الجديد الذي خرج يعني الذي أقيمت عليه الدولة بعد حروب طويلة. ومسألة الحروب المستمرة اللي ما بين المسلمين وبعضهم كان الموضوع يعني ترك آثار يعني صعبة بالنسبة للأجيال اللي جت بعد كده. فابتدى يعني وده واضح ان تركت الموضوع ده مشكله كبيره جدا على بالنسبه للتراث الاسلامي اللي احنا هو تراث دلوقتي بالنسبه لنا، ولكن هو بالنسبه للاجيال اللي جت بعد كده في عصر التدوين كان عندها مشكله كبيره في كيف تتعامل مع هذا الواقع ان الخلفاء المباشرين للرسول او الناس اللي هم كانوا عصروا ظهور الرساله ازاي تحصل بينهم كل الحروب دي والنزاعات دي وتتولد الفرق بعض الفرق الأساسية الإسلامية المتحاربة ما بينهم وبين بعضها البعض. فده أول جانب متهيألي المفروض نتكلم عنه، وازاي هم يعني في عصر التدوين ازاي تم التعامل مع المشكلة دي، والسنة تعاملوا معاها ازاي والشيعة تعاملوا معاها ازاي. احنا مش مهتمين، او انا من نفسي يعني مش مهتم بهذه المساله من زاويه ان احنا بنتكلم عن العصر القديم في حد ذاته يعني كقضيه تاريخيه بنناقشها، زي ما نكون مثلا هنناقش مصر في عهد رمسيس الثاني او الدوله الاشوريه او مثلا الفلسفه اليونانيه، تاريخ الفلسفه اليونانيه، ولكن لان الموضوع ده مصر يعني لحد دلوقتي بدليل كل الملابسات اللي حصلت فيما يتعلق بموضوع المسلسل. يعني المسلسل ده من ساعه ما اعلن انه في نيه لانتاجه قامت ضجه عظيمه حول الموضوع وظهرت اراء كتير، وفي الاخر كان الضغط او الصراع اللي حوالين موضوع المسلسل ده لا يحتمل، لدرجة انه كان الافضل من وجهة نظر المنتجين بتوعه ان احنا احسن حاجة ان احنا نلغيه خالص علشان ما نخشش في المشاكل دي. فيعني ده مدخل عام كده. ايه رأيك؟ ايه رأيك في القصة على بعضيها؟ والله أنا شخصيا أرى بأن هذا التخوف هو يكشف الحقيقة بقدر ما يثير إشكالات أكبر من ما هي عليه في الواقع. الواقع متضامن متصالح، يحاول أن يرتب الأمور ويملأ الثغرات التي خلفها لنا التاريخ والواقع، لكن عندما يأتي أحد ويقول سأعمل مسلسل معاوية أو مسلسل علي أو مسلسل يزيد أو أي مسلسل كان في موضوع تاريخي، سنواجه بالمشكلة الحقيقية التي يجب أن نواجهها بطريقة أو بأخرى. كما قلت أنا في البداية، نحن أناس مرضى ولا نقبل أن نتعالج، وهذه المشكلة الخطيرة هي التي ما زلنا نعاني منها وسنعاني منها ما دام أو طالما نحن رفضنا مواجهتها. أنا الموضوع اللي أشرت له دكتور بأنه هو نفتح على أنفسنا أبواب لم يكن لها سابق، أنا أعتقد بأنه هو هذا الموضوع نفسه يجب أن نناقشه. ولماذا لا نريد أن نفتح هذه الأبواب؟ لماذا لا نحاول أن نفهم ما جرى فعلا؟ أنا شخصيا أرى بأن رفض فتح هذه الأبواب هو سبب، كما أرى أن هذه الرواية بأكملها فيها إشكالات خطيرة. أنا شخصيا أرى بأن الرواية بأكملها، رواية علي ومعاوية، لم تحدث في الواقع التاريخي كما هي، إنما هي كانت مجرد صراع بين شخصين لديهما قوة مؤيدة وعلى كرسي الحكم والسلطة، وهذا الذي جرى وهذا الذي نعرفه جميعا. لكن السيرة التاريخية التي حدثت بعد ذلك ونمط تشكل الإسلام
فرض على الفقهاء وعلى الناس العارفين والمثقفو ذلك الزمان، فرض عليهم أن يخلقوا صراعا بين الدولة وبين شخص يتبنى الموقف الديني أو الموقف الذي يتعالى على الدولة وعلى المادة والذي لديه موقف مثالي وعقائدي. هذا اللي أنا وجهة نظري المشكلة التي يرفضون مواجهتها. الآن بعض يتحدث عن معاوية رجل دولة، هي ليست هذه القضية، وأن الإمام علي ليس بالرجل الداهية. المشكلة أكبر من هذا بكثير. لك الدور. فيعني يعني أظن أنه هو هذا التصور يعني... هل هو معقول؟ هل يعني أنا أتصور أنه بالنسبة يعني أنه المسألة كانت يمكن أكبر شوية من صراع شخصي، لأنه ممكن يبقى الجانب ده موجود، ولكن لماذا ينضم المجموعة جموع معينة، لماذا تنضم إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب؟ يعني أكيد في يعني كل يعني جيش علي أو جيش معاوية هم عبارة عن مجموعات من القبائل والمحاربين اللي هي رأت إن هذا الجانب حق، أو إن هذا الجانب هو اللي يعني رؤيته تتفق مع مصالحها أو مع رؤيتها، فبالتالي فهم بينضموا. فهو في المشكلة، ودي حاجة مختلفة شوية عن مشكلة المسلسل. يعني مشكلة المسلسل هي ليها علاقة بإن لما جاء عصر التدوين وصاغ الموضوع بطريقة معينة في القرن الثالث الهجري أساساً وأواخر القرن الثاني، اللي حصل إنه بقى فيه إحراج في المسألة، لأنه كل دول المفروض إن هم صحابة، وحتى ينسب يعني وربما عن غير حق أو بحق، يعني هي أصلها كلها مرويات يعني حقيقة مش مؤكدة، إن معاوية من كتاب الوحي نفسه يعني، وعلي طبعا يعني بمكانته المعروفة إنه هو من أول المسلمين وملازم للنبي من بداية الدعوة لوفاته وهكذا. فالمشكلة هنا إنه معاوية وعلي وفاطمة زوجة الرسول والعشر المبشرين بالجنة حاربوا بعض وقتلوا بعض، وفي حين إن المدونة لما اتعملت المدونة الإسلامية لما اتعملت لاحقا بعد أكثر من قرن، بعد أكثر من قرن ونص، كان عندها مشكلة هنا. المشكلة دي احنا ورثناها، هي المشكلة اللي هي إنه المدونة مبنية على مصداقية الصحابة. طب احنا عندنا دلوقتي صحابة قتلوا بعض او قاتلوا بعض، يعني مش لازم واحد هو اللي قتل بنفسه، واحد كان في جيش والتاني في جيش تاني، فالجيش بتوع الناس دول قتلوا الناس اللي في الجيش التاني، من ضمنهم ناس يعني من كبار الصحابة وهكذا. فبقى في مشكلة هنا، المشكلة انه ازاي هنتعامل مع الموضوع ده. والسنة مثلا اختارت موقف واضح، احنا مش مع حد، دول كلهم صحابة وكلهم عدول وكلهم مصدر، علشان خاطر مبني يعني سلسلة الأحاديث، وحتى نقل القرآن نفسه في النهاية بيرجع للمجموعة دي. بمعنى انه حتى القرآن نفسه يعني احنا ما عندناش اي نسخة من مصحف عثمان بن عفان، يعني حسب المرويات ان تدوين القرآن وجمعه تم في عهد عثمان بن عفان، النسخ دي مش موجودة ولا حتى نسخ منقولة منها مباشرة. فانما ايه القرآن اتنقل ازاي؟ عن طريق هذه المجموعات اللي بترجع في النهاية للصحابة المباشرين للرسول. ف الانقسامات اللي حصلت وقتها والحروب دي في ترتبت عليها وجود فرق مختلفة، الفرق المختلفة دي انشأت النهاردة دول مختلفة وبينها صراعات حالية. وفي مشكلة انه كمان انه الصحابة بقوا مقدسين، طب انت دلوقتي انا لو قدست في من منظور السنة، لو قدست علي هيبقى على حساب معاوية، ولو قدست معاوية هيبقى على حساب علي، والحرب ما بين السيدة فاطمة وجيش علي بن أبي طالب موقعة الجمل الشهيرة نفس المشكلة.
وفي احاديث منقوله من هنا واحاديث منقوله من هنا، يعني والاثنين يعني في قم يعني بيحتلوا الذروه في مجموع الصحابه. فالموضوع اتنقل لانه احنا بسبب الصحوه الاسلاميه وبسبب تحولات كتير حصلت في المنطقه اصبحت المسائل دي كلها شديده الحساسيه. وبالتالي احنا دلوقتي بقينا متورطين في مشكله ان في تراث مطلوب تقديسه ولكن مش مطلوب فهمه، يعني زي ما انت بتقول انه طب احنا دلوقتي طب ماشي مقدس هنعمل عنه فيلم طيب او مسلسل، طب لما نعمل مسلسل ما هو التناقضات هتظهر، طب التناقضات دي لو ظهرت هتبقى عامل لنا مشكله، اذا فهو يجب ان نقدسه ولا نفهمه ولا نقترب ناحيته ونسمع كلام المشايخ. كل واحد بقى، لو انا سلفي اسمع السلفيين، لو انا شيعي اسمع عشري اسمع اهل الذكر وهكذا. يعني هي هنا الفكرة، المشكلة أنه رفض وحضور الناس، رفض أن هي القضية بأكملها في رأيي، أنه كل الطرف يدعي أن الحق معه، وأنا في رأيي أنه وأن نحن وضعنا أنفسنا في هذه الورطة وقلنا هنالك حق، وكل ما علينا أن نبحث عن الحق إما مع هذا أو ذاك، وهذا اللي ورطنا بالموضوع. وهو عندما نأتي نفحص ما هو هذا الحق نكتشف بأن هذا الحق هو أن يرث الحكم معاوية وأولاده أو علي أو أولاده، وبالحقيقة كلاهما ما زال يرثان حتى الآن، يرثون الأرض بما حملت من بشر وحشر وبقر وحجر. فهذه هي الحقيقة الآن. بالتالي بالنتيجة عندما نرفض وجود مسلسل معاوية أو يصدر البعض يرفض البعض عرضه أو يقبل البعض عرضه، هذا يعني بأن ليس لنا حق بأن نكتشف التاريخ، ليس لنا حق بأن نعرف ما هو هذا التاريخ، لنا فقط حق أن نخضع ونقبل شروط هذا الشروط التي وضعها ورثة هذا التاريخ، الذين إما هو من سليل دولة قريش أو سليل دولة بني هاشم. وهذه الثنائية بقيت حاضرة في الذهن، الثنائية الحق مع من، وكل ما علينا أن لا نبحث عن ماهية هذا الحق، إنما عن ما الحق مع من. وعندما نرجع إلى الخلف قليلا نبحث عن مصدر هذا الحق، نجد بأنه مجموعة نصوص قرآنية ومجموعة سيرة أحاديث نبوية وقائمة على أساس أن الحق مع علي أينما دار يدور. وبعد ذلك يأتي من يقول أن معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي. هذا الصراع احنا دايخين فيه بيناتنا، وكل ما علينا أما نقبل بهذا أو بذاك أو نخلط بينهما ونقول كلهم أولاد حلال وحلوين وآخر حلاوة. هو الموضوع إشكالي فعلا. اي بس من جعله اشكاليا؟ هنا السؤال دكتور، لماذا جعل اشكال؟ لماذا لا نواجهه؟ انا 1400 عام نحن لا نواجه المساله وكاننا ما زلنا في النقطه نفسها، لانه تاريخ مقدس. هي دي المشكله، ان هو التاريخ مقدس حتى بدون ان يكون معروفا، يعني مقدس من حيث المبدا، يعني ده بنتكلم عن الصحابه فاحنا بنتكلم في شيء مقدس ما هو صحيح، يعني بنص القرآن النبي نفسه هو إنسان لا أكثر، ومجرد أنه هو اصطفي لكي يحمل الرسالة وليس له أي إمكانيات أخرى غير إمكانيات العادية لأي إنسان، يعني ما عندوش قدرات خارقة يعني. ولكن برغم ذلك لا، هو اللي حصل فعليا أنه بقى التقديس بيمتد، وخصوصا ما في الظروف اللي احنا فيها دي بعد سنوات الصحوة الكثير أصبح كل ما هو إسلامي مقدس. وده واضح حتى في البداية، يعني أي تناول درامي، بس زمان كانوا بيتناولوا حاجات يعني المسلمين مش هيختلفوا عليها، يعني زي مثلا إيه أفلام فجر الإسلام، ظهور الإسلام، مش عارف عشان فالمسألة واضحة، يعني إحنا هنجيب الكفار هنخليهم شريرين وبيضحكوا ضحكات شريرة، وبعدين هنجيب المؤمنين ناس طيبين كده ويعني وديسنت ومحترمين، والممثل ده يعمل كده والممثل ده يعمل كده، والمسألة واضحة الحق مع مين والباطل مع مين والموضوع خلص.
لكن المشكله انه الصحوه شقت الصفوف فعلا، سواء الصحوه الشيعيه اللي يعني سنه 79 دي جوهريه، اللي هي مساله سقوط الشاه والنظام الملالي اللي نشا في ايران، وما اعقب ذلك من ميل السعوديه المزيد ومزيد من التشدد، وبعدين اسحب ده كله المنطقه كلها، والتمويل الضخم اللي اتعمل في العمليه دي سواء من الجانب ده او من الجانب ده. فالموضوع كبير جدا، بحيث انه احنا دلوقتي موجودين في وضع انه بقى في نزاعات اوريدي يعني. وبعدين الاصوليه الاسلاميه نفسها او النزعه الاسلامي السياسي الجديد عمل يعني كان ليه ارهاصات المشكله دي من البدايه. يعني احنا لو رجعنا مثلا لكتابات سيد قطب هنلاقي انه عنده ميل قوي جدا ضد الامويين، وهو شايف انه لا، هم الخلفاء الراشدين والفتره النبويه، وهو ده الصح وده اللي احنا نرجع له. واللي حصل بعد كده ده انحراف، وهذا الانحراف هو ان احنا فكان في ميل يعني. وحتى كمان لانه الكلام ده طلع في وضع كان في افكار ثوريه كتيره في المجتمع، كان في الافكار بالاشتراكيه وغيرها، وحتى تاثر بيها الاسلاميين نفسهم وكتبوا عن اشتراكيه الاسلام بما فيهم ناس من الاخوان نفسهم. فالفكره الثوريه يعني تنفع مع شخصيه علي اكتر من شخصيه معاويه. طبعا معاويه اللي هو يعني اللي هو صاحب الفكره الشهيره بتاعت ان لو كان بيني وبين الناس شعرة لمن قطعت ومش عارف ايه، وان هو من دهاة العرب، وان هو يقدر يخرج من اي موقف ايا كان، ومش ممكن ان هو يتزنق في موقف ملوش حل بالنسبه له، لا احنا شعرك نعيله ماو حل. فهو شخص من دهاة العرب يعني، وبالتالي يعني بمعنى نقول على علم المعنى الحديث رجل دولة، طبعا ده تعبير حديث. لكن الثاني ده اللي هو الثورة يعني، اللي هو المبدأ المبادئ الأساسية. وحتى ده يعمل مشكلة بالنسبة للسنة أكتر من الشيعة. الشيعة ما عندهمش أي مشكلة في تقديس علي، لكن السنة هم عندهم مشكلة، لأنه مع الاتجاه الثوري الإسلامي ده أو الإسلام السياسي بقوا هم أميل فعليا لعلي، لكن مش هيقعوا في الخندق بتاع الشيعة، فهم بيرجعوا لأصولية خالصة اسمها الخلفاء الراشدين والفترة النبوية ويتكلموا عنها. دي الظروف العامة اللي هو انه الاسلام السياسي وما ترتب عليه بعد كده من اصولية، اللي هي فكرة الرجوع للعصر الاول، عمل مشكلة لانه احيا الفترة دي كفترة تأسيسية، وبالتالي اصبحت محل فضول معرفي. ده ما كانش موجود، كان الناس مسلمين والحياة ماشية وما فيش مشكلة، والناس اللي بيصلوا على المذهب الفلاني بيصلوا على المذهب الفلاني. واظن مثلا في العراق اللي فيها يعني كميه كبيره من الشيعه وكميه كبيره من السنه، كان في جواز مشترك ويعني ما بين السنه، مختلط ما طبعا بين السنه كده. والشيعه، والحياه كانت ماشيه يعني، ما كانش فيها مشكله يعني. ولكن بقت فيها مشكله لانه التشدد الاصولي ده اللي هو جاي من فكره ان احنا هنعمل مشروع اسلامي على اساس ان ده امتداد للاسلام النقي، كان بيتضمن بالضروره جعل حالة رفض دول ومراحل بأكملها حالة جماهيرية، وتقديس مراحل معينة من الإسلام على حساب مراحل أخرى مطلوب منها أنها حالة جماهيرية، لأنها جزء من تأسيس الإسلام السياسي. طبعا في ناس تانية يعني اللي هي مطلعة أكتر على التراث وكده زي القرضاوي وغيرها، مش هيوصل للسكة بتاعت سيد قطب دي بالكامل، اللي هي الإدانة بتاعت العصر الأموي والملك العضوض والكلام ده. لكن في النهاية في الحالة الثورية عملت مشكلة جوه المعسكرات دي، بدأ الإسلام المساجد البسيط اللي هو العلاقة بالإيمان بربنا والقوة العليا اللي بتدير الكون، والقوة العليا اللي بتدير الكون، لا بقت المسألة يعني دخلت في إنه لا، إحنا بنبني مشروع معين يهدم دول قائمة من أجل إقامة دول جديدة. وبالتالي رجعنا ثاني الإسلام الفتوح بكل عدوانيته من غير ما يكون عندنا القدرة على العدوانية، فما عادش كافي تقديس الإسلام بالطريقة بتاعت أفلام زمان فجر الإسلام وما إلى ذلك، لا ده إحنا دخلنا بقى في مشكلة الصراعات دي. فالمسلسل جه الحقيقة في وقت يعني الموضوع منفجر طبيعي أصلا، فمش بس يعني
فأي عرض للمسلسل مهما حاول إنه يتلافى جميع المطبات يعني المشاكل اللي هو هيتلافاها في عرض المسلسل عشان يقدم صورة نقية كالعادة، يعني زي بالتراث بتاعنا في الأفلام الإسلامية، هو نفسه هينتقد لأنه في وجهات نظر تانية شايفة إن الإسلام لا ما هوش بالشكل ده، وإن معاوية ده مش ممثل جيد للإسلام، وإحنا لا بنشوف طبعا، إن هو كذا. لا انا كمان من الناس، لا انا كمان من الناس اقول لك المعاوية، انا اعتقد كل هاي القصص هي بنيت على صراع بين شخصين، وهنالك فقهاء كانت لديهم نصوص قرآنية ودينية، وحاولوا ان يصنعوا من علي نموذج الشخص المثالي الذي كلامه فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق، وألفوا هذه القصص بأكملها. وهذا الأمر لا يعني لا يوجد أي، لا يمكن لأحد أن يرفض التشكيك بهذه القضايا وهذه الروايات والسرديات التي أتتنا، سرديات التي أتت من طرف معاوية أيضا سرديات تم تأليفها انتصارا لفكرة الدولة، وأيضا سرديات التي تم تأليفها انتصارا لفكرة الثورة والإصلاح بالظبط. الاجتماعي. أي فكان الذي يريد كما يقول لينين يعني الدولة والثورة. احنا يعني يبدو نوعية مجتمعاتنا القاتلة هي هاي، لحد الآن احنا نحن بين فكرة الدولة والثورة، فبالنتيجة النهائية لا نحن ثائرين حقا ولا نحن أصحاب دولة حقا، ففشلنا في الطرفين، وهاي سلسلة معاوية أتى ليفجر هذه القنبلة الموقوتة التي عمرها 1400 عام. أنا أعتقد هي عمرها أعمق، لأنه أنا أعتبر حتى ظهور معاوية وظهور هذه الصراعات بينهما هي إفراز تاريخي لمشكلة قديمة جدا من أيام إبراهيم الخليل حسب الرواية أو السردية اليهودية التي تم انتحالها. يبدو شعوب هاي المنطقة لحد الآن فاشلة في تكوين شيء حقيقي اسمه دولة، لحد الآن لا نفهم ما هو القانون، ما هي الدولة، لحد الآن نحاول أن نغلب جانب معاوية ونتعاطف مع جانب الثورة، لا نحن هنا ولا نحن هناك. هذه المشكلة هي اللي تجعل التاريخ ليس تاريخاً، تجعلنا شعوب ما يبدو بلا تاريخ حقيقي ولا دولة حقيقية ولا مجتمعات حقيقية. مشروع معاوية مثلا هو ممكن نقول، وحتى مشروع الرسول محمد كان مشروع ممكن نقول أنه مشروع يقوم بمشروع دولة أو ينهض بمشروع دولة. الأول محمد عبر اللجوء لإله واحد أحد يجمع شمل الجميع، وبعد ذلك صارت تسميات عرب وما ذلك، ومعاوية مال إلى العرب كثيرا وخسر بعد ذلك الرهان، يعني الدولة الأموية بعد ذلك دخلوا نبشوا قبورهم وجلدوهم بالسياط، تخيل المشهد البشع للعباسيين ايوه اللي هم العبثين. اليوم هم يعني الشيعة ولكن أتوا من فارس، والذين هم أنفسهم الذين كان يعني هم كلهم تلاميذ علي في كوفة، فالذين خسروا في الكوفة والذي صلح الحسن مع معاوية مقابل مليون درهم سنويا، يعني ما يعادل مليون دولار كان عطاء الأخوه، لا الحسن أكثر، كان عطاء مليون درهم يعني ألف ألف درهم معناته ما يعادل مليون دولار، ما يعني قبل 100 سنة وليس الآن، مليون دولار الآن قليلة. المهم فهذا مقابل اللي صار هو اللي أدى إلى ما نحن فيه، وأيضا هذا الصراع اللي الذي لم يحسم لحد هاي اللحظة هو اللي أثار الشجون والخوف والقلق من أنه نفتح هذا بالعراق السبتتنج أو بالإنجليزي السبتتنج أو هذا البالوعة القذرة المليئة بالحشرات وبالكائنات الوحشية. فهذه كلها يعني تخلينا نحاول أن نتأقلم ضمن الواقع، لكن بالحقيقة ما زلنا خارج الواقع وخارج التاريخ، وما زلنا واقفون في فكرة الزمن نفسها ملغية عندنا. لحد الآن يجي واحد يتحدث لك يقول لك الصحابة كلهم عدول، يعني وانا شعلية، يعني انا ما لي علاقة، ما علاقتي بانه عدول او غير عدول،
هل هذا هو السؤال الذي نحن مشغولين به؟ هل أنا مشغول بسؤال هل من على الحق معاوية أو علي؟ ثم بعد ذلك يطلع لمسلسل ومسلسل راح يناقش لي الموضوع، راح ندخل في جدال جديد، جدل جديد حول من هو على الحق. ولكن في الحقيقة لازم احنا نعيد تفكيك هذا الحق. ما هو هذا الحق؟ من يقول انه حق؟ لماذا هو حق؟ هو هذا السؤال الاساسي اللي فشل النبي. ما اعرف رايك دكتور. يعني انا متفق معاك ان هو القضيه تاريخيه ويجب انها تفهم بطريقه تاريخيه، يعني زي ما قلت في الاول، يعني زي ما ندرس رمسيس الثاني او زي ما ندرس الدوله دوله اشور او قانون حمورابي او ما الى ذلك يعني. ولكن هو في الحقيقه المساله مش كده، لانه احنا هذا دخلنا حلم، في مشكله هذا مع حلم يتحولون، هذا حلم، حلم بعد 100 سنة يمكن يتحقق. فلكن احنا ما عندناش الطرف ده، لان احنا ما التراث ده ما القديم ده اللي هو بتاع الفراعنه ولا بتاع البابليين ولا الفينيقيين ولا غيره، يعني هو اتدفن او يعني تم ادماجه بشكل ما في الحضارات التاليه، وفي الاخر جه الاسلام لم كل الموضوع ده على بعض. ودي برضو نقطه تانيه من المشاكل بتاعت اي مسلسل عن الفترة دي، لأنه في الآخر هو معاوية اللي بيميزه إن هو استفاد من التراث بتاع المنطقة، يعني هو أقام دولة ثابتة الأركان إلى حد ما، لأن هو تجاوز، يعني هو هي مبنية على تحالف قبلي ولكن بتدير أجهزة معقدة اللي هي الأجهزة اللي ورثها من البيزنطيين ومن الفرس وغيرها، وعمل هو وخلفائه من بعده عملوا نظام ما للحكم مستقر وهكذا، فاللي هو تمثيل فكرة الدولة. بس هي المشكلة هنا ان احنا لما جات لنا الحداثة احنا جداد في الحداثة، يعني علاقتنا بالحداثة علاقة محدودة، ابتدت ممكن نقول مثلا من مجيء بونابرت الى مصر، وبعدين مجيء البعثات التبشيرية للشام والمدارس اللي عملوها وهكذا. فمن احنا علاقتنا بالحداثة جديدة ومختلطه بالتاثير الاوروبي علينا، يعني ما جايه مش متولده من داخل تفاعلاتها في المنطقه، فبقى عندنا اشكاليه في التعامل مع ده كله، وده اللي مخلي ان كل القوى اللي هي محافظه او متشبثه بالتراث او بترجع تاني للفتره دي وتحاول تاسس شرعيه يعني نقيضه او شرعيه ثوريه انجاز التعبير ضد النظم اللي فرضتها الحداثة. وبالمعنى ده هما بالضرورة كلهم علويين مش معاويين. يعني حتى لو هما سنة، لأنه هو في لأن هي المشكلة في النهاية إن هما عندهم مشروع احتجاج، يعني هما شايفين نفسهم المظاليم اللي اتهزموا وهم في مكان الحسين اللي اتقتل وهكذا. وحتى الدولة العباسية يا حرام كمان لما جت عملت مقاتل الطالبيين، فبرضه يعني قتلت على يعني شيعة علي بن أبي طالب تاني، رغم ان هو اسسهم جايين على الوردي، رغم ان هم جايين العباسيين يعني جايين مفروض ان هم من الجناح التاني ده، ولكن هم برضه قتلوا الطالبيين مرة اخرى في مذابح لا حل لها. فالفكره بتاعت المظلوميه بتاعت اصحاب الحق الذين داس عليهم الباطل، فده وجهه نظر المعسكر الاسلامي، هو ممكن يشوف بس الباطل الموجود دلوقتي هو امريكا مثلا. والنظم المحليه التابعه للولايات المتحده زي ما هم بيفهموا الموقف يعني. وفي حين ان المساله بسيطه جدا، ان هو اذا كان الاسلام ثوره في عهده، طب ما الثورة بتنتهي إلى دولة زي ما لينين قال برضو. يعني الغرض من الثورة هو إقامة الدولة في النهاية، والمعنى ده هو معاوية هو التحقق الطبيعي للإسلام، يعني هو المكمل بدليل إن العباسيين اللي تمردوا عملوا نفس الشيء، بدليل ان العلويين نفسهم لما اقاموا دول شيعيه عملوا نفس الشيء، الفاطميين مثلا، الخوارج نفسهم عملوا نفس الشيء،
يعني فهي الفكره ان هو ده، لانه في النهايه يعني وده اللي بيرد يمكن بعض الناس بتسال يعني ازاي يحصل المسلمين يتفقوا حوالين معاويه؟ لا، اتفقوا حوالين معاويه زي ما شفت انا تعليق من شويه كده، اتفقوا حوالين معاويه لان هو عمل تحالف القبلي السليم. طب ما هي الدعوه نفسها قامت على تحالف قبلي، يعني هو عامل وفود اللي هو كان قبل فتح مكه ده اتعمل ازاي؟ انه لما تزايدت قوه المسلمين جت الامم دخلت القبائل دخلت في دين الله افواجا افواجا، يعني قعدوا واحد واحد بقى يعرف بقى حصل الاسلام ده ايه والقران ويسمع حديث النبي ويفهم الفروق بدقه والكلام. لا ابدا، الطرف المنتصر انضموا له وهم يا دي القبائل اللي فتحت، يعني القبائل اليمنيه اللي بعت لها كذا واحد يفقهها في الدين، يعني هم كانوا متفقين في الدين. ولما دخلوا حتى ايام الخلفاء الراشدين كان في تمييز ما بين عرب الشمال وعرب الجنوب، عرب اليمن اللي هم كانوا اغلبيه الجيش اللي فتح مصر مثلا كانوا خاضعين لعرب الشمال وكان بينظر اليوم على انهم ادنى. ف معاويه ابن التركيبه القبليه دي وعرف يديرها بشكل كويس، ان القضيه مش مجرد ان احنا بنتكلم عن عقيده معلقه في الفراغ. واي حد قرا مقدمه ابن خلدون بيعرف ان هي العقيده والقبيله الاثنين، مش العقيده فقط اللي بتقيم الموضوع. وقال ان العقيده التي لا يساندها تحالف عصبية قبلي عصبيه قبليه بتنتهي. فهي يعني هو لان هو يعني ارى بشيء من العقلانيه، وهو راجل مالكي مسلم وكل حاجه، يعني فقيه فقيه مالكي يعني، او يعني قاضي مالكي مش فقيه يعني. فهو الفكره ببساطه انه الناس مش عايزه تشوف الموضوع بالشكل ده، لانه الفكره بتاعت الثوره عايزه نموذج نقي، نموذج مثالي ما حصلش في الواقع، ما حصلش في نهاية التاريخ مصيبة. اصلا، ولكن لازم احنا ننقي نموذج، يعني نعيد قراءه الموضوع. يعني هو كل موضوع الصحوه والحركه الاسلاميه والثورات الاسلاميه كلها هي مبنيه على عمليه تزوير من الاخر، تزوير لهذا التراث. يعني لك ان تتخيل ان مثلا كتب، يعني كتب ابن كثير مثلا يطلع منها هي طبعا من الاصوليين نفسهم يقول لك منقاه من الاسرائيليين، يعني حتى تراثه هو مش محترمينه، تراث ابن كثير اللي هم قدسوه مش محترمينه، بيقطعوا منه وطبعا بيشيلوا بقى الف ليله، بيشيلوا كتير جدا الف ليله وليله وكتير، والتراث الادبي والتراث الشعري وكل الكلام ده، مش هم عايزين شيء نقي كده اللي هو عباره عن ايه؟ انعكاس لافكارهم هم. فيتضح في النهايه انه ان اللي حصل في الاسلام الاول هو عباره عن نسخه تانية من داعش، يعني مش داعش اللي نسخه منهم، هي داعش مستنده للتراث ولكن هي مستنده للتراث بطريقه معينه، هي انتقدت حاجات معينه في التراث وعملت بيها بنيه فكريه معينه واستبعدت كل التراث الاسلامي. دول 1500 سنه دول مليانين ادب وعلم وشعر وفلسفه وحتى مذاهب وطول ظاهراتيه ومش عارف، كل ده بيتشال واحنا هناخد مجموعه حاجات معينه، مجموعه اوامر كده معينه ومذهب معين هننقيه هو نفسه، وبعدين نشتغل ونقول ان ده النموذج النقي القديم. فهي عمليه تزوير بحت. هو لا يبالون بهذا الامور دكتور، لانه هو ادى فكره الجماعه، يقول لك انا ما دمت انضوي تحت خانه الجماعه، وهذه الجماعه لديها عقيده محدده ونحن اخوه في الايمان، هذا يجيز لي ان اكذب وان ازور وان افعل ما اشاء. هذا التزوير بالمناسبه اللي ذكرته انت، وهي اشاره مهمه جدا هاي طبعا، وهي تحليل دقيق على طريقة التفكير الدينية المتدين، هذا منهج التفكير الأساسي. لم يكن في رأي وليد الصدفة، هو أصلا في رأيي أن منهج التزوير هو منذ اللحظة العباسية واللحظة حتى اللحظة المحمدية واللحظة الأموية هي قائمة على فكرة تطويء الحقيقة أو تنشيفها من الأطراف أو تجذيبها من كل ما لا يعجبك وتصفيها، بعد ذلك تقدمها كزبدة أو كلب أو موضوع
خالص مالص فالص، هذا لا بعده لا يأتيه الباطل لا من قدام ولا خلاف، وبعد ذلك تبدأ البروباغاندا والتملق والعبادة والتقديس والصلوات والتراويح، وتصير قصص ويتم تكفير الآخرين وكل طرف يقف على جبهة. هذه التزوير هو جزء رئيسي من منظومة العقل الإسلامي أنا أعتقد، والعقل العقل الشرقي عموما، وهذا هو اللي أفرز داعش. يعني داعش هي إفراز لنمط التفكير هذا، وهذا التفكير هو قائم على فكرة تزوير كل شيء تحت شعار الجماعة والوحدة ودرء الفتنة أو محاربة الشبهات مثلا. هاي الشبهات هو هي هذا المصطلح هو نفسه شبهة يعني الشبهة هي. بالتالي منظومة التزوير هاي شغالة، وعندما يأتي مسلسل معاوية ويقول سنحاول كشف الموضوع أو تقديم يعني شيء يعني على تقليتها 99% راح يكذبون يعني ما بيها مجال لكنه ستتفتق القضايا بأكملها. والخطير بالموضوع أنه هذا اللحظة التي ينشر فيها مسلسل معاوية هنالك الآن طبقات من الردود، طبقات من الناس والجماعات. أكو جماعة يرون بأن الإسلام ظهر في خراسان، وحتى محمد وحتى علي وحتى معاوية تعالى في قصص كثيرة جدا حول الموضوع. البعض يتهمك أنت من جماعة إنارة، واحد يتهمك بأن أنت مدسوس ماسوني صهيوني. ترى هذا كله راح يعني تفتح الباب على موضوع لن ينتهي أبدا. اللي ذكرت أيضا من ضمن ما قلت أنت موضوع عندما يستلم جانب الثورة، عندما يستلم الدولة يتحول فجأة إلى 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 هو إلى يصبح متعصب للدولة أكثر من ويحارب الثوار الذين خرج مثل العباسيين. هو حركة، هي حركة شيعية صرف، بعد ذلك تحولت لرفض جعفر الصادق أن يتبناها، تحولت إلى أولاد عمه بن العباس. لكن هناك ملاحظة جميلة للدكتور علي الوردة، أنه عالم الاجتماع الشهير، قال بأنه نلاحظ بأنه مسألة الشيعة والسنة هي أشبه بالسلطة والمعارضة. فالشخص الذي يعارض السلطة يعني المعارضة في وقتنا الحالي، فعند الشخص المعارض دائما يسمونه الشيعي. فعندما شخص يتصدى للدولة أو ينتقد الدولة يقولون له أنت هل أنت شيعي؟ مثل ما الآن أنت من المعارضة مثلا. فهو يرى ويضرب أمثلة بعد ذلك ويبني عليها نظرية، يقول بأنه الشيعي عندما يصل السلطة يصبح سني. بالضبط كده، هذا اللي أشك يعني. السني عندما يهبط درجة إلى المعارضة فيصبح شيعي بالضرورة. ويمكن لهذا سبب إيران لا تريد أن تكف عن الثورة لكي لا تصبح سنية. طبعاً. مش عايزة تصبح دولة عادية زي بقية الدول. هو هذا اللي قلت لك أنا بالبداية دكتور، يبدو إحنا الآن بدأنا نكتشف المفاتيح الأساسية للعقل العربي أو لعقل المشرقي، وهو أنه لا يريد أن يصل إلى درجة الدولة، لا يريد، ويرفض أن يصبح إلى أن يعني يريد الثورة مستمرة للأبد. وبحجة ماذا؟ أنه يرفض إقامة الدولة لأنه يريد أن يقول بأنني أريد يعني على حسب تعبيرك أنت تقوم أو تشعل الثورة من أجل أن تحقق مطالب مثلا أو تنصف حال الناس وتنشر مفاهيم العدالة والحرية والمساواة الحالية، لكن سابقا أن تنصف المظلومين وما إلى ذلك وتنشر العدالة الإلهية مثلا. لكن عندما تصل تكتشف بأن هؤلاء يدافعون عن الثورة وليس يحققون أهداف الثورة. وهذه المعضلة ما زالت موجودة بالعقل العربي لحد الآن. لحد الآن احنا نتحدث عن انصاف هو والحق. يعني بس ده جانب واحد من الصورة يعني. نعم يعني كل يسأل أين الحق، هو كأنما انتهى الموضوع، لا أحد يناقش ما هو الحق، لا أحد يقول تعالوا
نفهم ما هو هذا الحق، لماذا هذا الحق ما زال امره غير محسوم مثلا، وهكذا يعني. هي المشكله انه الاصوليه هيمنت، يعني مثلا الفكر السني مرتبط جدا بالدوله وبيبرر لها بانتظام وعمل لها يعني كود معين ان يدي حريه واسعه للحكام اللي بيشتغلوا، بما فيه ان هم ممكن يخرجوا عن الاسلام احيانا. وحتى ابن تيميه نفسه بيقول ان يعني حاكم ظالم افضل من الفتنه، يعني حاكم ظالم لمده 60 سنه افضل من فتنه ولو لسنه واحده. ودي وده يعني ده بي بي يعني ابن تيميه الحنبلي، وبيتفق معاه كمان اللي هو اسمه مين الشخص الشهير جدا اللي شو عمل اللي هو مقابل ابن تيمية مباشرة، لا الغزالي الناحية التانية الغزالي. الغزالي وابن تيمية الاثنين متفقين في الحكاية دي، فمتفقين على تأييد السلطة اللي موجودة ولكن بنصحها وتعليمها الصحيح من الخطأ وما إلى ذلك، ولكن لا يمكن الخروج عليها، والخروج عليها هو الكبيرة العظمى التي لا يمكن التعامل معها. ولكن بعد كده مع الحركة الثورية اللي شملت المنطقة واللي هي ما ابتدتش إسلامية، اللي هي ابتدت من مثلاً وطنيين شايفين مثلا ان النخب الاعيان اللي بتقود الحركات الوطنيه دي نخب متواطئه مع الاستعمار، او وبالتالي ابتدى يبقى في نسخ راديكاليه سواء ذات ميول فاشيه او ذات ميول اشتراكيه او غيرها، وابتدت هذه الجماعات يعني في شيخ جو عام اللي هو اسقط في النهايه النظم المختلفه دي. ومثلا شفنا ده في مصر من سنه 45 لحد 52، يعني 52 دي ما جاتش من فراغ، مش مجرد ان الضباط صحيوا قبل كل الناس وعملوا انقلاب بالليل، يعني ده كان في 45 في عمليه اسقاط كامله لفتره كامله من الكفاح الوطني تحت ايد مجموعات معينه، بقت المجموعات دي مش محل ثقه واصبح في رؤيه ثوريه جديده. في الاطار ده برضو ابتدت حصلت النقله، يعني حتى الاخوان المسلمين كانوا بيأيدوا الملك، ولكن هم بعد كده اللي دخلوا مع الضباط الأحرار في موضوع الثورة، وبعدين حصل بينهم الخلاف وهكذا. فهنا وبعد كده مع الصدام ما بين الدولة الوطنية وما بين التيار الإسلامي، بقى فكر التيار الإسلامي بقى أكثر تجذرا مع سيد قطب، وبعد كده طبعا شفنا مع الجهاديين السلفيين اللي بيوصلوا ذروتهم لداعش. فبقى في فكره انه فقهاء السلطان، ان كل التراث السني ده في الحقيقه بقى بيرفض عمليا جزء كبير منه لانه موالي للدوله، لانه هو ما هي الدوله استمرت ازاي كل القرون ال15 دول يعني او ال14 دول، ما استمرت الدوله دي لان كان في فقه بيساندها، وبينهم الجماعات الفقهيه بينها خلافات ولكن معظمها مؤيد للدوله. فهي هنا المشكلة بقت انه يعني انه تم يعني استبعاد المجموعات دي لصالح الفكر الثوري، ومن هنا وبقت الناس دي متهمة بانها بتبيع دينها من اجل المكاسب التي تحصل عليها من الدولة او من بيسموه من السلطان او الطاغوت. ومن هنا وقعنا في هذا المأزق ان بقى عندنا اصولية لا تبقي ولا تذر، ومهتمة إنها تعمل النموذج المثالي ده. هي هاي مصيبتنا، هي هاي المصيبة اللي تتكرر دائما، وهي أنها يأتي شخص ويقول أنا الحق معي. لكن اللي ذكرته بأنه تناقض دولة إيران مع فكرة الثورة هو موجود أيضا، بدليل أنه موجود حتى في اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف أنت تقيم جمهورية وإسلامية؟ يعني أشياء لا الجمهورية حديث العلاقه يعني ما هو الامام دخل السرداب ولسه ما طلعش، فهو مضطر يعمل جمهوريه مؤقتا يعني. لكن الامام لما يطلع من السرداب خلاص بقى
لا 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 هو لا الأغلب يسمي لك يا الثورة الإسلامية، فهو يأخذ من المصطلح اليساري الماركسي والشيوعي ايوه ويعجنها مع الإسلام ويطلع لك لا، هو مصطلح حداثي من ايام الثوره الفرنسيه، ده قبل الماركسيه والشيوعيه بكتير. طبعا طبعا يعني الثوره الفرنسيه هي نموذج الثوره في النهايه. طبعا هو النموذج الأول، وأصبح الآن كل الثورة وثوريين وما إلى ذلك، والأصوليين حتى تشرحتها بموضوع سيد قطب مختص بهذا الموضوع. أيضا هي فكرة الثورة كانت تشغل ذهنه، في ذهنه موجودة. وهو كان عنده ميول ثوريه من قبل ما يبقى اسلامي، لان سيد إيه قطب اصبح اسلامي في اخر 15 سنه من حياته الممتده، 60 سنه. يعني الراجل ده عاش 45 سنه مش ثوري. مش لا لا اسلامي، ثوري، بس لا كان ثوري من قبل ما يبقى اسلامي. لا، وكمان في صور عنده على البلاش كان يتمشى مع العاريات اتذكر، او شيء من هذا ما اتذكر، سامحك كان شوي. كتب مقال يعني عن موضوع الشواطئ اللي مش عاريات ولا حاجه، اللي هم لابسين مايوه يعني، فدول بالنسبة له طبعا عاريات. لا بس كان مؤيد للموضوع. ما كانش عنده مشكلة، كان لسه يعني هو أصلا له ثقافة غربية لا بأس بيها، وهو هو جزء من الجماعة المثقفة المصرية، يعني اي تلميذ صح، العقاد. انتليجنس. والعقاد ده شخص يعني مشكوك في انتمائه الديني أساسا. لا طبعا مشكوك، مشكوك في الامتياز. هو هذا رغم ان متخصص. هو كتب حاجات عن الـ عن الـ عن الـ العبقريات اللي هي كتبها عن خالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب وغيرهم، ويعني يقدم صوره براقه مش حقيقيه قوي، ولكن هو كان بيحول الشخصيات دي لشخصيات بطوليه بالمعنى الحديث للكلمه، يعني انها شخصيات اللي هو انه بيدور على مفتاح الشخصيه، وده تصور حديث جدا. يعني طبعا مش مفتاح مناق الشخصية، مش مناقب علي او مناقب خالد بن الوليد، لا، مفتاح شخصيته ايه. فدي الفكره. فهي هو في الاخر يعني هي زي ما الصهيونيه طلعت من اليهود اللي اندمجوا في المجتمع الحديث، التيار الاسلامي طلع من اللي اندمجوا في الحداثه، ما مش بيطلع من القرى التقليديه مثلا، يعني المؤمن التقليدي والشيخ التقليدي اللي ماشي على تبع المؤسسات الدينية التقليدية، ده ما بيطلعش ثور. لا لا، وأكيد ثورة إلا مؤخرا لما دخلوا الإسلاميين جوه المؤسسات دي، وجوه زي جوه مؤسسات الأزهر وكده، فابتدى يطلع أزهريين أصوليين وكده. ولكن الأصولية طلعت من قلب الحداثة، زي سيد قطب لا لأنه لا، جاي من مثقف حديث، لكن اللي هذا مش هل هذا مثقف يعني، مش فقيه يعني. لا مو هو هنا الإشكال. أنا أحب أثيره دائما هو هذا، وأعتبر بأنه احنا عندما نتحدث ونقول بأن هنالك نوع من تبني الأدوات الحداثة والرؤية الحداثية للعالم والأشياء وللذات من قبل السيد قطب، وأيضا هنالك بحوث كثيرة حول هذا الموضوع، أن الأصوليين عموما الفاندمنتاليزم دول الجماعة، حتى عند اليهود والصهيونية أيضا، هي نوع من أنواع الحداثة يعني. بس هي حديثة طبعا، وهي اصلا مش دينية، الحركة الصهيونية مش دينية من الاساس. مش دينية أصلا، لكن هي عموما عندما نيجي نفكك هذا الموضوع، هم أخذوا فقط الشكل الخارجي للحداثة، استعملوا الحداثة كأداة لمشروعهم. عند مثلا عندما تجي تراقب سيد قطب، سيد قطب يرجع إلى المنطق نفسه في رؤية العالم والأشياء، هو يرى العالم من الغيب، من نافذة الغيب، ويقيس الأمور، لكنه ما سيرغم على أن يستعمل أدوات هذا العالم نفسه. بالضبط هذا اللي فعله أيضا محمد في عندما ظهر في نفس الطريقة، هو أخذ أدوات بس الموجودة في العالم. يعني ده صحيح، بس هو يعني الرسالة ظهرت في مجتمع الحجازي، وده مجتمع كان على هامش الإمبراطوريات القديمة، لكن سيد قطب والأصوليين دول جايين من قلب، ممكن تقول عليه على هامش الحضارة الحديثة، باعتبار ان مركزها مش عندنا أساسا. طبعا ولكن من جوه الناس اللي تأثروا بالحداثة، يعني مش من ناس
اللي عايشين معيشة تقليدية. وعشان كده لما تفتكر أبوك أو جدك أو مش عارف إيه، يعني مش هتلاقي إن ذهنيتهم بعيدة خالص عن الأصولية. ما عندهمش الذهنية الأصولية أساسا. الذهنية الأصولية دي جاية من التفاعل ده، يعني هو مش مجرد إن هو شخص منبعث من الماضي بس بيستعمل في تقديري، يعني بيستعمل الحداثة مجرد أدوات، لا هو كمان يعني بمعنى ما هو عامل خلطة معينة. ويمكن ده يفسر ليه مثلا يعني انه مثلا كتير من الـ الكوادر اللي موجودين مثلا في الاخوان وفي الجماعات السلفيه هم ابناء التعليم الحديث مش ابناء التعليم الازهري. ليه؟ هتلاقيهم مثلا اطباء كتير جدا، مهندسين وهكذا. ليه هم؟ لان هم درسوا العلم بس درسوه بطريقه يعني الى حد ما تعليمية، يعني بالنسبة لهم في حقيقة واحدة حوالين كل موضوع، زي ما كده إن في حقيقة واحدة حوالين كيف يسير الكون، إن الأرض بتلف حوالين الشمس خلاص، هذا مش هذه هو هذا ما اللي فيهاش أنا وجهات نظر. طب هذا ينتهوا إلى إن هم يشوفوا الإسلام برضو إنه ما فيهوش لا بس هاي فكرة وجهات نظر، يعني لأن في إسلام نقي أصلي نعم والباقي ده كله عبارة عن انحرافات، بما هذا في اللي معظم تاريخ الإسلام ده انحراف كمان. هذا اللي يعنيه، يعني بأنه هاي النظرة أو صلب النظرة غير حداثية ولا صلة لها بالحداث، هذا اللي يعنيه أنه أنت لا ما ليه؟ ده بالعكس، ده دي يعني وثيقة الصلة بالفكرة الحديثة بتاعت الأيديولوجيا. يعني زي لو أنت مثلا يعني كما يحكم الليبرالي على كل ايديولوجيا غير الليبراليه، او كما يحكم الماركسي على كل ايديولوجيا غير ماركسيه، او كم وهكذا، او كما اي واحد براجماتي بيسخر من اي حاجه مش اي منطق في التفكير صحيح دكتور، مش لكن براجماتي. فكره ان في مبدا معين بتبني عليه الدوله او فكره هنالك المواطن او فكره، اتفق معك، هناك يعني ايضا انا اظن ان هو لا، هم شاربين بمعنى الالمانيه بشكل هم نفسهم مش مدركينه، صح فبيقروا التراث بطريقة بيوريتانية في الحقيقة، يعني اللي هي التطهرية زي المذهب التطهري في المسيحية اللي هو اللي ظهر في العصر الحديث. يعني مش ابن الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية كانت بتقتل وبتعمل محاكم تفتيش وكل الكلام ده وعايزة، بس هي وجهة نظرها عبارة عن ايه؟ تعاليم البابا، هو مش بناء نظري متماسك، لكن سيد قطب بيحاول يقدم بناء نظري متماسك. هو صحيح هو يعني شكلي جدا، ولكن هذا الشكل لكن له مظهر البنيه دي، فهو بمعنى ما الناس دي متاثره بالحداثه. يعني مش ممكن يكون واحد تلقى تعليم ديني تقليدي خالص ويطلع منه الاصوليه، يعني في تقديري. هو لا هو مثلا انت عندما تيجي على سيد قطب وجهة نظره في معاوية ودولة معاوية، ما هي؟ هل انت تتذكر شيء يخص معاوية في هذا الموضوع او الدولة الأموية عموما؟ انت كما قلت هو كان يقف الى جانب الثوري ولا يقف الى جانب معاوية. بالظبط، لانه بيقدم تصور نقي، فالتصور النقي ده بيستبعد معظم تاريخ الاسلام. وايضا عند لكن مقارنة الموضوع مع الحداثة والعلمانية والليبرالية، أنا أتفق معك عندهم تعصب، عندهم حتى أحيانا هناك بعض الألمانيين يصل إيمانه بالعلمانية إلى أن يصبح دين علماني، حتى أوغست كونت أيضا اشتغل سماها تسمية صحيحة الدين العلماني أو الوضعي. لا شوف الموضوع لما بيخش في مجتمعات بأكملها، فاكر مثلا صراع الحرب الباردة ما بين الليبرالية والماركسية أو الشيوعية اللي كانت في روسيا. في صراع الحرب الباردة كان يعني مثلا مكارسي واللجنة اللي هي كانت بتتخلص من أي فنان أو مثقف أو كاتب أو مش عارف إيه، وبما فيهم مثلا واحد زي تشارلي شابلن وغيره، اي حد عنده ميول لانه لازم يبقى في اصلاح اجتماعي ما دخل فيه الدوله، فده يعتبر شيوعي مباشره ويتم استبعاده. وطبعا ناهيك عن اللي كان بيحصل برضه في الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه، يعني حالات الاستقطاب دي احنا عندنا حاله استقطاب، فبالتالي فبتستلهم الحاله دي. او مثلا الفاشيه لما طلعت في ايطاليا والمانيا واسبانيا
والعداء مثلا للساميه اللي كان موجود في فرنسا ويمكن ما زال موجود لحد النهارده بدرجات، وهكذا. يعني الفكره، فكره البيوريتانيه دي اللي هي نقدر نرجعها للاستاذ كالفن اكتر ما نقدر نرجعها للنبي. انا اظن ان هي ملهمه. يعني انا بشوف ان خليفه، يعني الاب البعيد للاسلام السياسي، هو سافونارولا اللي هو المصلح اللي كان موجود في عصر النهضه في ايطاليا، واللي هو كان ثائر على كل التحديثات اللي كانت بتحصل وقتها، والروح الجديده بتاعت الفن ومش عارف ايه، وعايز يعني يعمل للمسيحيه الصحيحه، والمؤسسه الكنسيه هي اللي كفرته. صحيح بالفعل، يعني المؤسسة الكنسية اللي هي روما هي اللي كفرته. يعني هو لا، لأنه يعني خرج بدأ طلع من النص نفسه، بدأ نصوص بالضبط كده. عايز يعمل حالة بحالة، يعني حالة طاقية. نفس الحكاية بالنسبة للوثر وكالفن. لوثر يمكن لا تماشى أكتر مع النظام القائم. كالفن كان عمل دولة دينية في جنيف، لا هو يعني ايضا دولة، حكى هو يعني هو يعني نموذج سابق لداعش. لا قتل رفيقه وواحد من بالضبط. لا، وحكم حكم المدينة حكما دينيا، طبعا. يعني ما فيهوش وجهات نظر. هو ايضا فدي، فأنا عشان كده شايف إن الموضوع مش يعني مش هو والحديث على نقيضين، إنما هو إلى حد ما هو ليه علاقة بإنه يعني انها حاجه مترتبه على الحداثه، مش بتتمثل قيم الحداثه بتاعت الحريه، ولكن بتتمثل جوانب معينه صاحبه ظهور الحداثه. يعني مش هو عايز لا اقول ان هي الظاهره التي تعبر افضل تعبير عن الحداثه، ولكن اقول ان هي مزيج ما، انها استلهام لماضي ما باعتباره نموذج خالص نقي، واعاده قراءه كل التاريخ وكل الماضي، والتخلص من معظم التراث نفسه من اجل بناء حاله. يعني انا دلوقتي لما ابقى مسيحي في القرن ال 16 وادين الكنيسه الكاثوليكيه بتاريخها العريق ده كله، دي حاله بيوريتانيه، حاله خلاصيه يعني. ف طهارية. يعني لا، دي المسيحيه الغلط، دي المسيحيه الغلط، المسيحيه الصحيحه بقى عندنا. لا طبعا يعني فنفس الفكره، انه يقول لك ان كل الازهر دول علماء السلطان، وكل اللي مش عارف ايه، وكل حد بيختلف معانا كاسلام سياسي، دول لا علماء السلطان ما تسمعوا لهمش، ودول بيضللوكوا، واحنا بنقول لكم ان احنا اللي هنعيد مجد الاسلام الحقيقي، وهنرجع الاسلام المفتوحات. طب انت لما بترجع الاسلام المفتوحات هتقع في المشكله ان مسلسل معاويه هيبهدل لك الدنيا، لان ايا كانت وجهه نظر اللي هيتبناها هتعمل مشاكل. لو مشي يمين هتعمل مشكله، لو مشي شمال، لو مشي في النص، لو مشي في اي، لو مشي لورا لقدام هيعمل مشكله. مفيش طريقة معينة إن المسلسل ده يتعمل من غير ما يعمل مشاكل كبرى. طبعا هو والحل برايك؟ الحل نطمطم، نضل نطمطم في الموضوع احنا يعني ما رأيي إنه نصل. يعني خلاص، هو احنا يعني تاريخيا اتفرض علينا بظهور الأصولية إن كل الماضي ده يعاد نفسه مرة أخرى وتقييمه مرة أخرى، وإحنا بنعمل ده. هو هذا يعني معناته هذا التكرار والاشترار المستمر، وهذا لا، هما يعني هما بيحاولوا يثبتوا شيء ما، وهم عارفين إن روايتهم فيها مشاكل، الأصوليين نفسهم، وعشان كده عايزين يخرسوا الناس، يعني عايزين محدش يتكلم، محدش يقول وجهة نظر تانية، محدش يسائل المسلمات خلاصية بتاعتهم دي، حتى بالعودة إلى التاريخ القديم ده، وندرسه بقى ونشوف إيه اللي حصل والناس اللي كانوا دول. وما ينفعش بقى يبقى كل الصحابة دول وكل الكلام ده، أو ما ينفعش إن نقول إن معاوية ملوش علاقة بالإسلام، وإن الإسلام ثورة وليس دولة. لا، الإسلام لازم يبقى دولة. لا والشيعة عملوا دولة ومش عارف إيه. يعني فإعادة غربلة كل التراث ده هم فرضوه علينا، ولكن هم المشكلة إن هم مش عايزينه كمان يتغربل. فإحنا أظن إن إحنا المفروض إن كل الناس اللي هم المدركين لدقائق وتفاصيل هذا الموضوع عندهم يعني فرصة ان هما يقولوا لا، ان الموضوع مش بالبساطة بتاعت الاصوليين اللي بيعرضها الاصوليين.
اي طبعا، هو اليوم انا تابعت، ردت حاولت ان اشوف ردة افعال بعض الناس على موضوع مسلسل معاوية. شفت اثنين، واحد نسيت شو اسمه، اسمه كذا عبد الله، عنده قناة اعتقد بها بمئات الالاف المتابعين، كان كيف تناول الموضوع؟ اكيد سيتناول الموضوع بطريقة يقول معاوية على حق، علي على باطل وما ذاك، كل الموضوع اللي تحدث به. وطبعا تقريبا 1000 تعليق، هذا اعطاني فكره عن طبيعه رده فعل الناس، ويعني المنظومه الفكريه اللي التي ينطوون عليها او جعلوا كذلك. ماذا لا، قال؟ السنة مش بيقولوا علي على باطل خالص. لا 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 ما هي دي طبعا، مش مشكلة السنة. لا علي لا على لا حق ومعاوية على حق، الاثنين على حق. طبعا، راح اقول لك، حدثت لك عن عدنان ابراهيم، اسمع هاي الشخص الثاني. الاول قال بانه ناقش موضوع المسلسل مباشره، وقال كيف هذا الشخص فلان بن فلان، هذا الشخص الماجن الذي كذا وكذا وكذا، يؤدي دور معاويه. بعد ذلك بدا يتحدث عن دور ام المؤمنين، ليست زوجه معاويه، او هند، أم معاوية، أم الخليفة فلانة راقصة وما إلى ذلك. هذا النقاش بأكمله قال هاي إساءة للإسلام، إساءة للصحابة، إساءة لخاتم أو بالضبط. كاتب الوحي. وهذا الموضوع، وبالتعليقات وفقك الله، بارك الله فيك، وكذا وكذا. وبعد بالضبط. ذلك يعني هذا يعطيك فكرة عن طبيعة ردود أفعال الناس، وكيف جرى تشكيل وعي هؤلاء. هنا خطورة ايوه، ده الموضوع. في واحد اسمه ابن سبأ، هاي هذا شخصية الأسطورة الكبيرة. ده يعني سواء كان موجود او مش موجود، هو بتنسب اليه قدرات خارقة. ممكن يكون الشخص ده موجود، بس هي الفكرة كلها هل ممكن ان هو اوقع ما بين كل المعثرات دي، هو سبب وكل هؤلاء الناس سذج، ويعني كبار الصحابة دول كلهم ناس سذج، وابن سبأ تلاعب بيهم جميع. طب ده كان المفروض ان هو اللي يحكم، طبعا يعني هو طبعا طبعا، هو أذكى منهم جميعا. لا لا، هي اسطوره، كذبه 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 كبيره، هي خيال المقاتل او رجل القش، يعني عندهم رجل القش. واكو نظريه ايضا تقول بانه هو يعني انه كان، حتى تقولت انه لا يستطيعون السنه ان يهاجمون علي لسبب، لانه عندما يهاجمون علي هو ليس حبا في علي، ولكن انه هو ركن من اركان الدين الاساسي. يعني انت، هو محمد ايوه، كان، يعني ده الرساله محمد كان محمد علي هو من وما الخلفاء بعده. الراشدين، من اي الخلفاء فهذا الراشدين واعلمهم بالاسلام، ده في السنه، في كلام السنه، اي اعلم الناس بالاسلام، هنا وحتى التنويرين بيرجعوا له، يقول لك بيرجعوا الفكره بتاعته او المنسوبه ليه، يعني ما حدش عارف ايه اللي قاله بالظبط، بتاع القرآن بين دفتين لا ينطق وإنما ينطق به الرجال. رجال. وأيضا مقولة علي نفسه، دي مقولة مقولة علي، منسوبة لعلي. أنه القرآن حمال أوجه، يعني هو يقول لا بالظبط. تحتقر القرآن، هو الذي يعني تخيل إمام بهذا المستوى يقول القرآن حمال أوجه، معنى من معاني القرآن لا تعتمدوا عليه ولا تعتبروه مرجعا لكم. هذا موضوع خطير جدا، لكن من يناقش الموضوع؟ لا أحد. القضية اللي أشير لها بأنه هو، راحت من بالي الموضوع اللي كنت احكي به، انه علي لا يستطيعون مهاجمته، لكن الذي يستطيعون مهاجمته هو معاويه، لانه من الطلقاء. هاي الثنائيه ما زالت لحد هاي اللحظه موجوده. الان لا يستطيعون مهاجمه اي رجل دين وانتقاده علنا، لكن دائما رجل السياسه ورجل الدوله هو المتهم، هو دائما الذي يتم الطعن فيه، والسبب واضح، لأنه رجل الدين هو المهيمن على الشارع، وهنالك نوع من التبادل المصالح بين رجل السلطة ورجل الدين. الشخص الثاني اللي أشير له، هو اليوم شفت اللي يشير يكشف حقيقة الموضوع، وكيف الذهن الذي، يعني أنا يهمني أن أعرف الناس كيف تتلقى المعلومة، كيف تتعامل مع التاريخ، كيف تفهم ما يجري،
هذا يهمني يعني دائما الاحظه. فشفت مثلا يوم عدنان ابراهيم ماذا يقول، يقول هل يعقل ان معاويه هذا الذي سمى الحسن والذي تصالح مع الحسن وحسن تنازل عن الملك وكان لديه مئات الالاف من المحاربين الجاهزين للقتال ولم يكن لديه اي مشكله، فضل ان يحمي الناس او كما يقول يحقن الدماء، يحقن الدماء وليس يسفك الدماء عكسها، ومقابل مبلغ مالي. طبعا عندما تجي على عند مصدر عني هو رجل مقابل الاتفاق بينهما جرى من اجل المال، يعني هو اتفاق مالي وله عطاء سنوي بالملايين وجواري ونساء وكل شيء موجود، هذا لا يذكر، هذا يجري اخفاءه. ايوه ويتم الاحتساب الموضوع ده تحت اسم عامل جماعة، وده يعني دي مسألة مقدسة عند السنة، انه اصلا مفيش خلاف لانه الحسن ومعاوية اتفقوا فخلوا في الموضوع خلاص ونسوا الموضوع السابق. هذا بالعكس هذا دليل إدانة، معناته انه هنالك صراع ليس من اجل الناس انما من اجل السلطة والاموال والأحوال والليالي الجوار الحسان. ماذا يقول عدنان؟ يقول مثلا أنه كيف لنا أن نغفر لمعاوية ما فعله، كيف لنا أن نغفر له عقد جرى بينه وبين الحسن وأرسل من يسمه، هل لماذا هذا الموقف الغريب من السنة الذين لا يشيرون إلى أن هناك عدد كبير من الصحابة ماتوا بالسم، منهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأيضا محمد بن أبي بكر وأخيه عبد الرحمن أيضا قتلوا كلاهما، محمد بن أبي بكر اللي هو أخو عائشة أيضا قتل وفي مصر ووضع في بطن حمار وأحرق فيها، وبعد ذلك قتل أخو عبد الرحمن بالسم أيضا، يقول سبحان الله بالسم أيضا بشكل غير معقول، وحتى عائشة قالت لقتلت أخوتي. المهم ماذا يقول بالنهاية؟ يقول بأنه هنالك حق يجب أن نراعيه وأن يجب أن نعرف بأنه الموضوع هو أن معاوية ليس على حق وعلي كان على حق، أي أن 70,000 شخص ماتوا في هذا الصراع فيما بينهما على مسألة من هو أولى بالتسنم منصب الخلافة، وهذه الناس المساكين ليسوا لهم إلا حطبا لهذا الموضوع، لا يناقش أصل الموضوع، هو يناقش ما هو من هو على حق. وهذا النقاش بالمناسبة من رجل معاصر يعيش معنا وما زال حيا، فتخيل العقل الجمعي كيف يفكر وكيف لا يستطيع أن يخرج من هذا الإطار أو القالب البراديمي ويحاول أن يفهم ما يجري. فسؤالي إليك يعني دكتور، كيف نخرج من هذا العقل البراديمي؟ ما هي الوسائل؟ هل هنالك أدوات؟ أنا أعتقد بكشف الجوانب الأخرى، يعني إحنا يعني كمية يعني مع دخولنا للحداثة تم للمرة المليون إعادة تكييف التراث السابق أو الماضي السابق ده بطريقة معينة، وده اللي بنشوفه طول الوقت في الصورة اللي هي الأفلام اللي بتتعمل عن نشأة الإسلام وما إلى ذلك. فإحنا عندنا حاجات كتير جدا، يعني مثلا فتح البلدان، ماذا حدث في فتح البلدان، ما هي كمية الأموال التي كانت تستنزف من هذه البلدان بشكل سنوي، ما هي القرى التي أحرقت والمش عارف وإيه، كثير كثير مليئة من المصادر الإسلامية نفسها هي بتحكيها، لأن هم اللي حكوا دول هم مش أبناء العصر الحديث، يعني الناس اللي حكوا زمان دول ما عندهمش نفس القيم ونفس التصورات وما فيش نفس المشكلة اللي عندنا احنا. فخلاص انتوا عايزين تكلموا عن الموضوع، يعني عايزين ترجعوا إسلام فتوح، طب نتكلم عن إسلام فتوح بكل جوانبه بقى، عايزين تقولوا ان كل الصحابه عدول وكلهم، طب ماشي ونتكلم بقى عن عدل مين، كل واحد عمل ايه، مين اللي سم مين ومين اللي قتل مين ومين اللي حارب مين، والمساله تبقى واضحه، وانه بالتالي نفهم موضوع ان هو ده موضوع، يعني في النهايه دول مجموعه من الناس، يعني ما كانوش يعني ما فيش حد فيهم حواليه هاله بيضاء بتحف بجبهته، يعني
طبعا لا ما له، لا يمكن السماح بهذه الامور، لكن هو هذا الذي يجري دائما، نرفض ان نكشف الحقيقه ودائما نحاول ان نطمطمها ونلفلفها ونقول هذا مسائل مقدسه او لسنا مؤهلين لمناقشتها. هنا الطامه الكبرى من يعني انا يبدو بالنسبه لي ان الصراع بين علي ومعاويه يبدو هو، او احنا نتحدث على هامش المسلسل الان، يبدو أن الصراع هو نوع من الترميز لنمط الصراع الموجود داخل مجتمعاتنا، هاي المجتمعات التي عجزت حتى الآن عن أن تجد طريقة لحكم أنفسها أو لتقديم صورة واضحة لرؤية ذاتها وتشكيل هويتها الواضحة. لحد الآن نحن هوية عائمة يعني ملتبسة لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، والكل يخشى الاقتراب منها كأنها قنبلة موقوتة. ما أعرف يعني كيف لنا أن نجد لنا بعد ذلك موضعا في هذا العالم. هذه المصيبة الكبيرة. أنت شخص يعني عندما كتاريخي كأنت مختص في التاريخ، كيف ترى هذا الموضوع من الباب التاريخي أو من الزاوية من النظرة إلى التاريخ؟ لماذا عجزت هذه الشعوب عن تقديم صورة تاريخية واضحة؟ لماذا ترفض وجود تاريخ وتراكم مراحل في برأيك؟ أنا أعتقد أنه يعني أن المسألة دي ليها علاقة بأن إحنا تعاملنا مع دخلنا الحداثة وإحنا عندنا بالفعل تراث تم تسكينه في عقول الناس بالفعل، يعني بالفعل أن ده تم على مدى مئات ومئات من السنين. يعني المواطن المصري العادي زي ما أنا بشوفه كده هو أشعري فعلا، هو لا يعرف أي شيء عن الأشعري قال إيه، لكن هو التصور بتاع أنه كل شيء بيحصل بالإرادة الإلهية، وأنه يعني هو طبعا الناس بتصرف بشكل عملي في النهاية عشان كده الحياة ماشية، لكن كل شيء في النهاية بيحصل بالإرادة الإلهية، وأنه وممكن حتى يقول لك ان شاء الله اسمك ايه، يعني مثلا طب ما هو اوريدي اوريدي شاء ربنا وبقى ليه اسم اوريدي، يعني مش لسه. فالفكره انه يعني الحاله دي موجوده وهي من جواها بيتم الانتقال الحداثي، يعني الموضوع واخد شكل. وده على فكره مش غريب جدا، يعني انت لما تشوف مثلا في التاريخ الانجليزي بالذات، يعني تاريخ بريطانيا، ما حصلش هذا الصدام اللي حصل في فرنسا مثلا، اللي هو بتاع اشنقه اخر نبيل بقى معاه اخر قسيس وما الى ذلك، وانما تم والملكه او الملك اللي كان موجود ايا كان ملك ولا ملكه هو راس الكنيسه، والكنيسه لعبت ادوار مثلا في التخفيف عن الفقراء وتعليمهم في اطار الثوره الصناعيه وما الى ذلك. ولكن احنا عندنا الموضوع يعني معقد يمكن بشكل اكتر، احنا يعني واحنا يجب ان احنا نكون رفقاء بانفسنا شويه في تقديري، يعني لانه المساله ببساطه احنا دخلنا الحداثه متاخر جدا. الحداثه ظاهره عالميه، يعني بتخش جميع المجتمعات وجميع الثقافات وجميع مش عارف ايه، وهي مش غريبه قوي عننا لان المسيحيه والاسلام هم شبه بعض اصلا، هي ناس بتكبر قوي في موضوع نحن والاخر. اخر ايه؟ اخر ده لما تكلم عن الصين مثلا، يعني الثقافة كونفوشيسية وبوذية ومش عارف ايه، ما عندهمش اله اساسا، يعني انت بتتكلم في ايه يعني؟ يعني ما عندهمش رسالة موازية، يعني هي الخلاف اليهودي المسيحي المسلم بتاع انهي رسالة هي اللي صح، هم ما عندهمش نظام رسالة من اساسه، وما عندهمش ادم وحواء، وما عندهمش كل المسلمات بتاعة المجموعة اللي بتتخانق دي مش موجودة هناك، انما احنا أفشين في الناس اللي شبهنا بالضبط، ونقول ده الآخر بتاعنا اللي إحنا في الآخر إحنا دخلنا الحداثة من موقع مش بعيد جدا عن التراث السابق لأوروبا، اللي هي اتأثرت بينا جدا لما خدت المسيحية أصلا اللي هي طلعت من عندنا. يعني هذا الفصل بيننا وبين أوروبا، بس إحنا ابتدينا وآخري، يعني إحنا متأخرين، فإحنا يعني إحنا بندخل الحداثة وبنمر بمرحلة الإصلاح الديني، ومرحلة الإصلاح الديني مرحلة عنيفة،
يعني الناس بتفتكر، اصل احنا بنستخدم كلمه الاصلاح بمعنى غير اللي هو بره، يعني احنا بنقول اصلاح يعني احنا لما بصلح الشيء يعني برجعه لاصله. صح الاصلاح، فكره الاصلاح غير يعني مثلا لابد الدراجه بتاعتي او العجله مصلحية. بتاعتي بايظه بصلحها فترجع تمشي بعد ما كانت مش بتمشي. هي الفكرة الإدارية فده يعني. اللي يقول لك محل اصلاح، يعني دكان اصلاح سيارات او ورشه يعني اصلاح مش سيارات يعني. ريفورم، يعني ريفورم مسألة لكن ريفورم يعني اعاده تشكيل، لا يعني أنا تغيير معاك. الشكل، يعني يعني هندسه الموضوع بشكل مختلف. فالاصلاح الديني كان عنيف جدا، يعني في اوروبا ماتوا ربع سكان اوروبا في عمليه الاصلاح. وهذه مساله لا يعني احنا دايما بندفعه في الاصوليه اللي هي اصلاح ديني بالمعنى الاوروبي، يعني لو رجعنا المعنى الاوروبي اه داعش اصلاح ديني هو ده اللي هو ان يطلع حد يعني عنده تصور اصولي واضح ومعاه الحق وتاريخ الاسلام ده كله غلط وهيبنيه بقى صح من الاول والكلام ده. هو ده احنا عايشين فيه في نفس الوقت اللي احنا عايشين في القرن ال21، في نفس الوقت اللي احنا عندنا تنوير سابق، او يعني بلاش تنوير، عصر النهضه سابق اللي هو كان فيه بقى المفكرين الكبار والشعراء الجداد زي الجواهري زي طه حسين زي مش عارف مين كده يعني، شبل شمايل مش عارف ايه. فاحنا عندنا عصر نهضه جه بعديه عصر اصلاح ديني عنيف، واحنا ما دخلناش يعني هندخل ان شاء الله يعني يعني احنا نتحمل يعني عصر التنوير جاي ما تقلقوش، بس وبوادره موجوده يعني. بس لا لا احنا خير ما خير جاي. يعني احنا بنقول كما لو كان ان احنا كان المفروض نبقى سويسرا، ليه احنا كنا المفروض نبقى سويسرا بأمارة ايه يعني؟ ده احنا يعني كانت مات وكان محمد علي ما مسكش الحكم. لسه بعد ما هو كانت كان عمل الثوره الكوبرنيقيه في الهندسه في الفلسفه بعد قرن ونص من الفلسفه الحديثه، واحنا ما لناش علاقه بالقصه نهائي. ونيوتن كان اوريدي من القرن ال 18 كان يعني وضع النظام الشامل للطبيعه بقوانينه المشهوره، واحنا ما يعني ما لناش علاقه. يعني كان العلم قطع اشواط لدرجه انه وصل للنظريه الشامله للطبيعه بتاعت نيوتن والمنهج الاصولي، المنهج العلمي الاصولي اللي احنا ماشيين عليه لحد دلوقتي. كل ده احنا ما عندناش اي فكره اساسا، وعايشين ايام المماليك وبتاع وبيطلعوا فرق المملوكيه تحارب بعض والكلام ده. ومين قتل مين والفيلم ده يعني. والازهر بيعلم علوم اللغه والدين، وما هو ده كان وقت. فانت عايز دلوقتي بس بأمارة ايه؟ يعني كل يعني كل الخبره التاريخيه دي انت عايز تلغيها، وفاكر ان انت لمجرد ان انت مقتنع او انت حد ذاتك كده مثلا ليبرالي او ماركسي او براجماتي او وات ايفر، فانت مقتنع بالافكار دي ففاكر ان خلاص كده ما دام احنا عارفين الصح اذا نستطيع ان نفعله. ما كانش حد غلو، كان الناس وصلت للحقيقه من مئات السنين. هي لو الحقيقة سهلة كده يعني في حقيقة معينة نهائية وممكن التوصل إليها بالعقل وإثباتها وملهاش علاقة بالتطور التاريخي، طب ما كان أرسطو وكده. هو أرسطو ده قليل في الدنيا ولا أفلاطون؟ دي لا ناس طبعا يعني دي دماغها جبارة، دي بنت أنساق من المفيش. لا طبعا يعني الراجل ده بنى الأورجانون علم المنطق ما بشوية إرهاصات بسيطة قبليه. طب ما هو كان عمل لنا بقى النظريه السياسيه صحيحه من اولها. لا الراجل بيتكلم عن العبوديه وعن ان المراه دي كائن ناقص ومش عارف ايه عصره. لا فيعني نبقى يعني شويه رفق بانفسنا واحنا بنتكلم يعني. لا لا بس هو اكو مشكلة دكتور. لا لا بالفعل اكو، انا اعتقد وشبه واثق يعني بان هنالك مشكلة في العقل العربي، او ليس في العقل العربي، او لانه العقل هو عقل بشري واحد، لا في على طريقة الجابري ان هنالك عقل عربي، هاي اسطورة يعني. هو العقل عقل، لكن هذه المنطقة يبدو فيها اشكال، انه لا تستجيب الى النظرة الحداثية للعالم، لا تستطيع ان ترى العالم من الاسفل، او من الواقع، او من الارض، او من الممكن، من المرئي او المشاهد او الملموس، دائما تطفر وتنطلق الى الغيب
وتفترض وجود غيب وتفترض وجود مثال وإله واحد أحد وعلى الجميع أن يخضعوا لهذا الإله. هاي الصورة أو هاي البنية. طب ما هو ده اللي كان بيقوله كالفن. طبعا هو ده مش أيوه ده في العصر الحديث ده دي مش عصور وسطى. هذا من منطقتنا أتت، هذا مصدرها منطقتنا. أيوه بس هي في تاريخ أوروبا هي أصيلة يعني تأصلت وأصدرت أصدرت الكنيسة التقليدية اللي هو زي الدين التقليدي اللي كان عندنا كده، وأصدرت طبعا البيوريتانية أو النقية أو الخالصة الاحتجاجية الثورية برضو يعني، فده عادي. لكن ظهر لا أوكي عادي، لكن ظهر في فترة كان هناك فلاسفة كان موجود في زمنه تقريبا أو بعده بشوية، ظهر سبينوزا، ديكارت في زمنه كان موجود. ما بعده بشوية ما كان، ما احنا هيطلع عندنا بس ما احنا مو عشان حصلت المذابح الرهيبة دي وربع سكان أوروبا مات، قام طلع بعد كده ناس زي سبينوزا وديكارت والناس دي يعني يقولوا يا جماعة يعني، وديكارت كان بيتكلم في إطار المسيحية أو بيحاول يبدو كذلك على الأقل. بس موجود إيه، لا بس بيكون أيضا موجود، لكن أنا قصدي بأنه لحد الآن لا توجد ظواهر من هذا النوع. أنا اعتراضه وين أنه عندما يظهر مسلسل معاوية الآن لا تجد تقريبا شبه نوع من التعتيم حدث، يعني بأول أيام كان هناك ضغط على الموضوع، لكن بعد فترة تلاحظ الناس بدأوا يتحاشون النقاش فيه. هذا معناه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا لسنا على استعداد حتى هذه اللحظة لأن نراجع أنفسنا وأن نواجه الحقائق كما هي. هاي خطورة الموضوع. وبينما عندما تجي القرن السادس عشر الأوروبي زمن كالفن وأيضا زمن ديكارت وزمن بعد ذلك منتصف القرن السابع عشر ظهر سبينوزا وأيضا ليبنتس أيضا، فهذه الأسماء طلعت قدمت شيء وقراءة جديدة للواقع والعالم والأشياء. وقبلها غاليليو الثورة العلمية اللي افتتحها غاليليو وكبلر وأيضا كوبرنيكوس وظهر نيوتن، هذه كلها موجودة. لكن إحنا عندما تيجي تقارنها على وضعنا الآن الحداثة موجودة في كل تفاصيل حياتنا داخله، المناهج العلمية موجودة ونمارسها بعضنا، لا يوجد الآن إنسان لا يمارس المنهج العلمي شاء أم أبا أو يفكر بطريقة علمية، لكن مع هذا لا تجد إرهاصات. مسلسل معاوية مسلسل مجرد مسلسل أثار الرعب في السلطات الحاكمة وفي ولا مش الحاكمة دعنا منها من الناس، عامة الناس أصبحوا يخشون مناقشة الموضوع وكأنه شر مستطير. أنا رأيي إنه هو يعني يخوف الناس من مناقشة الموضوع ده، يعني ده تحول إيجابي يعني. إحنا يعني أنا لأن أنا شفت أصلا من 15 20 سنة إحنا لا الناس كانت مقتنعة بفكرة التيار الإسلامي إن إحنا ممكن نبني مرة أخرى الإمبراطورية بالعزيمة والإيمان يعني، والناس انتخبت الإسلاميين للسبب ده. دلوقتي لا، احنا عندنا ناس مدركة ان الموضوع اشكالي، في قطاعات من الجمهور ابتدت تبقى تنويرية بإنجاز التعبير يعني، او انها يعني منفتحة العقل وقبل ان الروايات التاريخية القديمة دي ممكن تشكيك فيها او نقدها او رؤيتها بمنظورات مختلفة، بتتقبل في تقبل واسع المنهج العلمي وبشكل واضح، وان احنا يعني ممكن نتعامل مع نظرية التطور مفيش مشكلة وكذا. وحتى الناس اللي هي رافضة الكلام ده او خايفة منه خلاص مش عايزة تناقش الموضوع ده، كويس بعد شوية هيبقى في ناس تانية اجيال جديدة بقى هتناقش الموضوع بشكل افضل، لانها مش تحت القمع بتاع انه في حقيقة واحدة وهذه الحقيقة لابد ان احنا كلنا نساهم فيها، واللي مش هيساهم فيها يبقى خايف، وانه ان حتى رجال الدين اللي مش متفقين مع الأصولية هم خاينين الإسلام يعني. ده كان الوضع في وضع سيطرة في الأصولية، كان كده. كان الشيخ طنطاوي مثلا اللي هو كان شيخ الأزهر كان بيتقال عليه انه هو عبارة عن يعني ديل من أديان السلطة ولا قيمة ولا يعترف به كرجل دين أساسا.
لا لا، هو ايضا يعني هذه المساله هي مهمه. انا راح اخذ بعض الاسئله من صديقه ألفت فرح الرائعه. تحيه وشكرا لمتابعتك. تحية تقول للأستاذة فرح، طبعا صديقة عزيزة يعني. يعني هي رؤيتها رؤيه ثاقبه، وتعجبني يعني مراقبتها للمشهد وايضا ارائها الدقيقه. تقول: هناك قصديه في روايه التاريخ الاسلامي في شكل نتف غير مترابطة، وعندما جمعت الكاتبة التونسية الوردي بعض السرديات مثل الأيام الأخيرة للرسول محمد بشكل مسترسل، قامت الدنيا ولم تقل. هذا يعبر كما نقول بأن هنالك حساسية، ويبدو أكو نوع من المرض البسيكولوجي الجماعي. أكو مرض منتشر، ولا لابد أن نعرف سبب الداء. وأنا أعرف يعني أشرت إلى أن هناك هذا الداء، أننا نخاف مراقبة أنفسنا أو متابعة ما لدينا، نكتفي بمهاجمة الآخرين. أنا عندي حلقة حتى من باب الشيء بالشيء يذكر، قلت بأنه الخلافة أو الإسلام اختراع عباسي. هو لا أقصد، أنا لم أقصد أن الإسلام لا وجود له قبل الدولة العباسية. أنا أقصد هذا الإسلام موجود ضمن، يعني ظهر وتكون وتشكل كدين ضمن في فترة الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية كانت بحاجة إلى قاعدة أيديولوجية أو تأسيس أيديولوجي عقائدي لكي تديم سلطتها. لا يجي واحد يقول لك أنت كافر وأنت ملحد وأنت تحاول أنت تنفي وجود إسلام، أنت ضد الإسلام، لا يستطيع أن يفهم الموضوع ولا يستطيع أن يراقب ما يجري. المهم طب كيف يستطيع ان يقبل اذا مسلسل عن معاويه، اللي هو معاويه ده شخص يعني اقام دوله عربيه اكثر منها اسلاميه، وهو ما تمردش على الاسلام ولا حاجه، ولا كانت دوله مسيحيه زي ما البعض بيحاول يوحي يعني، ولكن هي دوله مسلمه كده بمعنى عام، ولكن هي بصفه اساسيه هي دوله عربيه قايمه على التراتب الطبقي انجاز التعبير يعني ما بين القبائل العربيه من حيث العطايا والدور والمكانه وما الى ذلك، وانه الدوله العباسيه هي اللي كانت عملت الـ يعني فكره افكار بقى زي خليفه الله في ارضه، وبقت الصراعات المذهبيه مهمه جوه الدوله العباسيه، والمامون يتبنى وجهه نظر وبعدين المتوكل يتبنى وجهه نظر عكسيه، وده يقرب ناس والتاني يقرب الناس التانيين، ولما يقرب ناس تانيين يضرب الاولانيين وهكذا. يعني ابتدت تكتسب طابع اللي هي الدوله الدينيه بشكل اكتر في الفتره دي. ومع ذلك معاويه هو معتبر انه من الخلفاء الشرعيين للدوله الاسلاميه، ولا يشكك في شرعيته كخليفه سني، اي سني يعني، او المذهب السني لا يشكك في شرعيته، وما ولا في توريثه ولا في يزيد، يعني ممكن يقولوا ان يزيد ده فاجر ومش عارف ايه كشخص، ولكن مش معناه ان هو لم يكن يعني طبعا ان خلافته ما كانتش مشروعه. ثلاثة فهي سبعة دي مشكله ان اي حد فعلا هيتكلم حتى عن العصر النبوي نفسه هيعمل مشكلة، لأنه في كتير من اللي تم إخفائه، يعني بقى في نوع من اللي عمل الكلام ده حتى مش الإسلام الصحوة اللي قبله، إسلام المساجد نفسه هو كان بيعرض نوع من الإسلام الأخلاقي اللي هو بيستبعد أي رواية فيها إشكاليات، وممكن يستند لأحاديث ضعيفة أو أحاديث مختلقة أو أحاديث، يعني مش كل الأحاديث المختلقة أو اللي بيتقال عليها أنها ضعيفة هي اتعملت كرها في الإسلام أو لتشويه الإسلام، هي لا، أحيانا بالعكس إن هي علشان تحض على مكارم الأخلاق ولا مش عارف إيه ولا أي حاجة من النوع ده، أو لتبرير حاجة معينة، فبيلجأوا حتى للحاجات دي علشان خاطر، فيقول لك اطلبوا العلم ولو في الصين، لأن الإسلام يتفق مع العلم، فهو حديث ضعيف ولكن بيلجأوا له لأنه يعني كويس، يعني حاجة كويسة في صالح الإسلام. فهم مش عايزين الحقيقة الحقيقة، هم عايزين يمشوا تركيبة من، وده يمكن اللي يفسر الكلام اللي قالته ألفت. هذا نفس الفكرة هي قالت ألفت، أنه حتى عند الغزالي عند كتاب الجامل العوام عن عن كذا، عن القول في عن علم الكلام، عن كل عن علم علم الكلام، الكلام
وايضا انا يعني من باب ما كمل تمام الحسن ابراهيم يقول تخيلوا ابن تيميه ماذا يتحدث عن مساله الحسن وكيف تسبب بموته معاويه الذي عقد معه صلحا. يقول بانه ابن تيميه انه هناك اقاويل في كتابه منهاج المسلم يقول انه هنالك اقاويل بانه معاويه سمى الحسن. وبغض النظر عن انه يذكر امثله ابن تيميه ويقول بان هنالك ان هنالك شكوك في هذه الروايات. وحتى لو صحت هذه الروايات ابن تيميه يقول فهو اجتهد واخطا, لا توجد مشكله. يعني تخيل يعني اجتهد قد يعني قام بسم الحسن وانتهى الموضوع. يعني ابن تيمية يقول عنده أجر, فهذا يوحي. أيوة يعني ما هو ده صحابي وده صحابي, ما هو أنت تعمل إيه؟ إحنا نصل إلى حقيقة إنه الناس بدأت تكتشف الموضوع وتكتشف إن مسألة الحق والباطل هي مسألة لها علاقة بما نختاره من الحق أو ما نصنعه من هذا الحق. الحق ليس الرؤية المناسبة. في حاجات أخطر من كده, زي مثلا الموضوع الناسخ والمنسوخ. ما هو الناسخ والمنسوخ ده اختراع طبعا. ما هو الاختراع ده اتعمل ليه؟ ما اتعمل عشان في مشاكل, فعلشان خاطر نضبط المذهب نحط الفكرة دي أو المعلوم من الدين بالضرورة. أو ما فيش حاجة في القرآن بتقول في معلوم من الدين بالضرورة, بس احنا ممكن نحط البتاع دي عشان تبقى مقياس نحكم بيه على إسلام الشخص وهكذا يعني. فهي هي التكييفات دي لازم تتفهم ان هي تكييفات, ان ده تاريخ الموضوع. هي المشكلة وين احنا عندما نجي المسلسل معاوية؟ يعني بالمناسبة اي موضوع اسلامي تمسكه الان في مشكلة. اي موضوع كان, هي ليست موضوع مسلسل معاوية, اي قضية حجاب, حتى الطلاق, اي قضيه كانت صغيره او كبيره, معراج, مجرد تقول شيء. فبالتالي عندما تجي على موضوع المعاويه فتكتشف بانه هو يعني ما تقدر تتحدث. والحقيقه دائما لانه التي يعني المنظومه المعرفيه التي اسست في زمن الدوله العباسيه, هاي المنظومه اعتمدت على النص, بل خلقت النص من جديد, صنعت نصا خاصا لكي تؤقلم الموضوع بالطريقة التي نحن متورطين فيها حتى الآن. أو ده المشكلة أكبر من كده, لأن أصلا إحنا يعني الروايات الأخرى موجودة في التراث أصلا. يعني لما حصلت المشكلة بتاعت مثلا المعراج ده بالروح ولا بالجسد ولا مش يعني كل القصة اللي أثير كده, ما الكلام ده مكتوب أصلا في الكتب التراث. يعني ده مش تأمل عقلي يعني واحد, يعني مستجد اتعمل في القرن 21 أو القرن 20. فهي المشكلة ان هم التراث في الحقيقة اللي هم أثروه قالوا ان احنا هنعتمد على التراث هو إشكالي بالنسبة لهم, لان هو يعني دول 1500 سنة ظهرت فيه وجهات نظر لا تعد ولا تحصى في الفقه وفي القصص وفي الحديث وفي المرويات المختلفة وفي تاريخ الفترة النبوية وفترة الخلفاء الراشدين مليانة. وهم الفتوح العربية نفسها, انت لو شفت ابن عبد الحكم عن فتوح مصر في كوارث مكتوبة. لكن هاتلي دلوقتي كتاب من اللي بيتدرس او اي حد عامل فيديو عن فتح مصر في الفترة بما فيه اساتذة جامعة متخصصين في التاريخ الاسلامي بيقدموا صورة وردية لا علاقة لها باللي مكتوب في المصادر الأصلية اللي هم عارفينها جيدا أحسن مني ومنك 100 مرة. زين, هاي لماذا؟ هنا أنا دائما أقول أنه علينا ننبش, يعني ننبش ونفتح عيوننا كويس. هو هذا اللي راح يصنع الاختلاف واللي يصنع ما التنوير واللي الكلمة الآن أصبحت شوية فيها إشكالات, لكن نسميه التنوير. هو هذا الآن الإشكال الكبير, إنه إحنا لا علينا أن نراقب هؤلاء ونقول أنتم تتحاشون ذكر القضايا المهمة والأساسية. أنا عندما البارحة شفت واحد يتحدث عن مسلسل معاوية بعد ذلك ويقول طرق إلى موضوع الاقتصادي
وقال هنالك مشاكل اقتصادية وما أعرف إيش، ويطلع رجل دين يتحدث عن المشكلة الاقتصادية، يقول صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم المجاعة وكذا وقال كذا وهذا، وأدعوكم أخوتي في الإيمان إلى معالجة مشاكلنا بهذه الطريقة، وهي حكمة عظيمة قالها الخليفة قبل 1400 عام. تخيل بالظبط كده. يعني، يعني طب تخيل. بس هي هذه الحكمه لن تقول لنا مثلا هل نرفع سعر الفايده الرسمي ولا ما نرفعوش؟ يعني او هل مثلا ان احنا نركز دلوقتي على استيراد سلع معينه على حساب سلع اخرى ولا لا؟ يعني فهي الفكره كلها يعني المغزى الاخلاقي العام بتاع انه لابد من مراعاه الناس، وده ما عليهوش اختلاف يعني. انه يبقى في يعني عداله في توزيع الاعباء، ما يعني هو مين اللي شايف؟ يعني في حد بيقول لا لا يجب ان يكون هناك نوع من مراعاه الظروف المختلفه للناس المختلفه، وانه لا مش مهم ان الناس تموت في 60 دقيقه مثلا، ما فيش لا حد بيقول كده. بس هو فيما يتعلق بالتراث، انا عايز اقول يعني الكلمه الاخيره في المساله، طب انتوا فتحتوا موضوع التراث نشوفه بشكل تطوري حقيقي، إن كان في صياغات مختلفة في عصور مختلفة وفي ظروف مختلفة، وفي مبرر ليه اتعمل في الصياغات دي بالشكل ده، وإن دي كانت مراحل تاريخية، وده اللي يفسر لنا ليه التناقضات دي موجودة. وبس ببساطة شديد إنها موجودة لأسباب تاريخية، وليس إن حد فيهم هو اللي بيتكلم عن تصحيح الدين، لأن يعني المسألة يعني هي وجهات نظر يعني. اي لا، لو انا اللي اقوله بانه لماذا لا نناقش، لماذا هذا الكبل، هاي المعاناة تتكرر بشكل مستمر على مدى 1400 عام، بل انا اقول بانه على مدى 2000 عام، لانه التجربة المسيحية والعيسوية هي ما زال الاسلام هو افراز من افرازاتها. لكن لماذا احنا ندور كثور الساقية في المكان نفسه ولا نتقدم لا خطوة احنا واحدة؟ بننتقل الشغل اللي عملته الصحوة هي في الحقيقة اللي فتحت كل مجال النقد ده، هي اللي جابت لنا دلوقتي ووضعت لنا كل التراث ده اصلا على الانترنت. يعني تقدر تدور فيه، يعني تفتح الاسلام ويب ولا اسلام اونلاين ولا مش عارف ايه ولا المواقع دي، وتشوف كل اللي عايز تشوف، عايز تعرف راي الطبري ايه، راي ابن تيميه ايه في اي موضوع هتلاقيه، واخد بضغط الزر يعني، واخد بالك اللي هو يعني التقاء الحاجات. هم فتحوا الموضوع، هم نقلوا الموضوع نقل يعني. الاول كان في طريقه للتصالح، انا في تقديري كان في مرحله اللي هم اللي هم النهضويين، عصر النهضه اللي مرينا بيه في اواخر 19 ونص الاولاني من القرن العشرين، دول الناس حاولوا يعملوا نوع من التوافق زي محمد حسين هيكل لما كتب فجر الاسلام وظهر الاسلام وهكذا، وحتى بدرجات طه حسين وغيره، يعني هم حاولوا يحطوا انه يعملوا نوع من التوافق. الاصوليين جم رفضوا هذا التوافق السطحي وجابوا الموضوع من اعماق، وبالطريقه البيورتانيه بتاعتهم دي او الخلاصيه، فبالتالي اتفتح نقد عميق لكل ال 1400 سنه. مش احنا عايزين نبني على تاريخنا؟ نبني على تاريخنا بس نفهمه بقى. صح، اوكي هنبني على تاريخنا، هذا مضبوط. نفهمه بقى، واحنا عندنا وانتوا الحمد لله وفرتوا لنا كل المراجع والمصادر. مشكورين لهذا واحنا متشكرين جدا، ويعني والله، كل وخلاص واحد بقى، والموضوع بقى مفتوح للجميع. وانت لو وقفت مسلسل معاوية، مسلسل معاوية موجود ب100 طريقة على اليوتيوب، ما يوازيه يعني لوجهات لا النظر يعني المختلفة والانتقادات والكلام ده. خلاص يعني انت دلوقتي خلاص تتقبل بقى فكرة ان انت كده داخل على تفتيت الأصولية بسبب ظهورها، لكن وهيبقى هذا ده نقد اعمق بكتير من اللي اتعمل زمان في عصر النهضة. لكن هذا يحيلنا للسؤال او الموضوع الاخير اللي راح نتناوله، وهو ان هذا الكلام انه كل شيء اصبح الان متاح وممكن ان نعرف الحقائق ونقارنها بكبسه زر ونعرف كل شيء، وهذا تطور كبير
وهم وفروه لنا، يعني هم كشفوا ما لديهم بغثه وسمينه. لكن يعني دي كل كتب مقدسة أصلها. هم قد هذا شغل كله طلعوه ونشروا نشروا غسيلهم بالكامل. لكن السؤال، هل هذا يعني هل هذه نقطة ليست في صالحهم؟ أنا أعتقد أنه الذي القوة التي امتلكوها والسلطات وهيمنتهم على الواقع وعلى وسائل الإعلام أيضا كسبوا فيها الكثير. هذا يجب أن لا نسأل. والآن هم يراهنون صحيح، زي ما الإصلاح الديني هيمن على أوروبا قرن ونص وبهدل الدنيا يعني. هم خدوا فترة كانوا مسيطرين فيها، بس دلوقتي السيطرة دي بقت محل شك. صح، لكن الآن هم كما أعتقد بأنهم يراهنون على الإرهاب الاقتصادي، الإرهاب على ليس على نمط داعش، الإرهاب المخابراتي الاستخباراتي الجيوش الإلكترونية، لديهم وسائل وثروات هائلة يهيمنون عليها. الآن الناس خائفة على رزقها، على أموالها، على حاجاتها، يخافون أن ينطقون بكلمة. هذا غسيل الدماغ المستمر طالما راهن عليه رجال الدين، وهذا الأمر يجب أن يعني نذير خطر. الآن أنت عندما تحدث مع شخص، ذكرت لك هؤلاء الأشخاص عندما يتناولون موضوع مسلسل معين، كيف يتحدثون، كيف يرون المشهد؟ هو غير قادر على، ليست لديه الأدوات العقلية المنطقية التي تسمح له بفهم أي موضوع. هذا الخطر الأكبر هنا. صحيح أنت كما أشرت دقيق في هذا الكلام، أن هنالك شيء تغير، هنالك تطور وحدث ومثله في العالم الغربي في عندما بعد الإصلاح الديني وثارت الناس ضد السلطة الكهنوتية. لكن الآن عندنا الآن السلطة الكهنوتية الأول والآخر، الشارع لها بالكامل تصحو وتصحو على صوت الآذان وتخرج، يجب أن تلتزم بالتعاليم الدينية، الشارع محجب، الكل يؤدي الفرائض. وأنا أتوقع يعني متشائم نوعا ما أنه ربما بعد 10 سنوات من لا يصلي يستتاب ثم يقتل. يعني ممكن. لا والله، يعني كل شيء ممكن. أنا أظن المسألة تختلف. أبقى متفائل يعني معك تماما في هذا الأمور. ما رأيك؟ خلاص، إحنا كده زي الدراما اليونانية، أنا المتفائل وأنت المتشائم، أنا الكوميديا وأنت التراجيديا. فإحنا بنكمل الموضوع بعض. لا أنا كمان متفائل بس على المدى البعيد شوي. يعني أنا أتوقع التوقعات أنهم الآن يطمطمون على مسلسل معاوية، خلصونا من هاي ندرء الفتنة، درء الفتنة عن كذا عنوان كتاب نسيت، يمكن ابن الجوزية أو ابن تيمية، ندرء الفتنة. ولكن أنا أعتقد الهيمنة الكهنوتية أو الدينية على الناس واستمرار هذا الدأب وهذا الحرص على تشييد العقول ومسح العقول وتدمير كل شيء إلى علاقة بالمعرفة والثقافة والاطلاع على التجارب العالمية وعلى الكشوفات العظيمة في العالم الآن، هذا راح يؤدي إلى احتقان هائل جدا مع الوقت. يعني هم صحيح يكسبون نقاط كبيرة الآن، لكن المستقبل سيحاسبهم حساب عسير وسينفجر بوجههم في لحظة ما، لسبب بسيط، لأنه العالم تغير. يعني لا تستطيع أن تنكر الحقائق، يعني ليس، والعالم المحلي بتاعنا تغير كمان، تغير كثيرا. يعني الشباب الآن معظم 60-70% من المجتمع هو شباب صغار، فهذا الشاب الآن ما يعرف شنو الموضوع، لكنه سيكتشف الحقيقة. وهؤلاء وفعلا هم الربيع العربي، ما هو يعني عندنا ثورة مش بس يعني شفت مثلا اللي هي الحركات الاحتجاجية اللي حصلت في العراق، في لبنان، هي فشلت
يعني في النهاية، لكن هي بتدل على وعي جديد، يعني صح مش يعني مش معناها انها فشلت سياسيا انها فشلت من جميع النواحي. لا 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 لا، يعني بالعكس الآن عندما الطريفة على حتى تعبيرك انه الحداثة اخذت تدخل في الفضاء العام، بدليل انه عندما يقول لك هاي مسألة غير إنسانية او هاي مسألة ليست انا من حقي ان اتحجب مثلا، حقي الطبيعي، هاي كلام، هذا الحق لا وجود للحق صحيح. للحق ده مزيج غريب اهو ما بين ما يعني بين خلط الاشياء يعني. هاي البهارات السبعة خلطت فما يعني شيء غير معقول. المهم أخذ الأسئلة الأخيرة، شوف من الأسئلة من الأصدقاء ممكن بالله شنو ماذا يقول كاردوخ كردي، يقول من الجيد قتل 70 إرهابي، كان وضعنا الآن أسوأ إذا لم يقتل هؤلاء المجرمين. ما فهمت شو قصده. هو عايز يقول ان الحروب الاهليه اللي كانت ايام علي ايه ومعاويه وبتاع ده اللي بيشير هذا منه. انا شرط التعليق، تعليق صديق كاردوخ كردي، انسان رائع من دائما متابعين. ان كان القرآن غير صالح بزمانه ومكانه ولم يتدبره الاولين فيهتدوا، فكيف يصلح لزماننا؟ انا هذا الموضوع انا دائما عندي وجهة نظر بيه، يا ريت تشاركني بيه دكتور. يعني انا بنشط نظر ان القران دائما موجود كنص يجمع الجميع حوله، وهذا النص لا وجود لشيء غيره، وهو بالتالي هو الذي يعني الان عندما نتحدث عن خلاف علي ومعاويه، مرجعيه هذا الخلاف او الطريقه التي نفهم بها هذا الخلاف طريقه وجود حق اسمه القران كتاب مقدس فيه. شو رأيك؟ هذا أكسوات. هو طبعا يعني بصفة عامة مش بس يعني أي دين وأي أيديولوجيا بتبقى مظلة عامة للصراع، يعني حتى الليبراليين بيختلفوا مع بعض في السياسات التي هي ليبرالية حقيقية، والماركسيين بيختلفوا حوالين ما هي الماركسية الصحيحة وما هي المسيحية الصحيحة وما هو الإسلام الصحيح وهكذا. فهي هي مظلة صح لإدارة الصراع، لأنه لازم يبقى فيه بؤرة للصراع. ما هو أنا لو برا الموضوع خالص كل القوة دي هتتكتل عليا، يعني لو أنا جيت بمبدأ من الخارج خالص كل القوة دي هتتكتل عليا، لكن هي نفسها الانقسامات بقى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والجذور الثقافية القديمة، كل ده بيتدخل علشان يعمل طبعات مختلفة تحت المظلة العامة للموضوع، انا للديانة أو للعقيدة أو الإيديولوجيا أو هو كده يعني. هنا لا، انا اتفق مع هذا الشيء، لابد انه يكون هناك سقف محدد او دستور او ناس او شيء يكون هو مصب الاهتمام ومصب ومن عنده تستنبط الاشياء ولكن مصيبتنا احنا هذا عمره 1500 عام، يعني هي المشكله التي لا بالظبط، نريد. هي المشكلة إن إحنا ما نقدرش ندير الصراعات بالطريقة دي دلوقتي يعني. وهي هاي فعلا لا يعني يعني جزء لا بأس به من الصراعات، مش أساسه مش كده، هو أحيانا بس بيكتسب هذه المظلة. يعني هل صراع السعودية وإيران هو فعلا مشكلته إن هو صراع سني شيعي؟ لا يعني هي المشكلة بتاعتهم هي فعلا المذهب؟ لا، لا لا بالنسبة للسعودية على الأقل هي مشكلة جيوستراتيجية ببساطة، لا هي المذاهب مشكلة سياسية. طب لا المذاهب يعني إنه في خطر معين لو هي إيران دي مش قوية بالنسبة أقوى من السعودية، السعودية مش هتحس بالمشكلة، مش هيبقى في الصراع الضخم ده. لا لا هو أصلا هاي وكتير جدا من يعني مش كل حاجة بتاخد حتى الشكل ده بتبقى هي فعليا بتعبر عن المبادئ دي، بس هي احنا محتاجين ندير الصراعات بشكل اكثر عقلانيه. ما يعني المظله القديمه دي في تقديري لم تعد تصلح، ويعني واخذها بجديه اي نعم وان دول روافض ودول نواصب ومش عارف ايه،
هذا الكلام يعني لم يعد يصلح، يعني ده كلام قديم لا ولوش معنى. يعني ايه ان احنا بنختلف حوالين خلاف حصل من 1500 سنة؟ يعني ايه يعني؟ يعني خلاص هو حصل، يعني احنا مالنا يعني لو يجي واحد من المريخ ويرى ما نفعله الان ونرفض مسلسل معاه، يقول لك انتم على وعي، يعني على درجه من العقل. لكن انا هو اي حاجه زي كده بتثير مشاكل طول ما التراث عايش. يعني مثلا لان كان في مسيحيه مثلا ما زالت حيه بمعنى ما في الغرب، فلما اتعمل مش عارف العشاء الاخير للمسيح، ولا مش فاكر اسم الفيلم بالظبط، وكان في نوع من انتهاك الحرمات، يعني نوع من مشهد جنسي او شبه مزدريد. جنسي، فده يعني اثار احتجاج. صحيح الفيلم ما اتمنعش، وفي ناس تانية دافعوا عن حريه الفن وما الى ذلك، لكن اثار احتجاج. يعني طبيعي ان يبقى في الحاجات اللي ما زالت حيه تثير احتجاج، مثلا الانتماء لحضاره قديمه زي الحضاره المصريه او الحضارات العراقيه. لو حد اهان الحضارات العراقيه وقال عليها انها حضارات دمويه وحقيره ولم تضف شيئا للبشريه مثلا، واحد شتم الشتيمه دي، في عراقيين كتير هيزعلوا وهيتضايقوا وهيهاجموا، وهم مثلا مسلمين شيعه متمسكين بالمذهب وكل حاجه، بس لا يعني برضه ما ينفعش يعني. هي القضية مش قضية في حقيقة أو غير حقيقة، هو شيء خاص، يعني تعتبر أن هذا بتاعي، أنت دخلت منطقة خاصة، هي المشكلة. بالظبط كده. فهي الناس انتماءاتها في الحقيقه اوسع من انتماءاتها حقيقيه اوسع من محاولة بسبب التطور الحديث، يعني من محاولة التيار الإسلامي لفرض كل شيء انه تحت المظلة الدينية. يعني هي هاي المشكلة الكبيرة اللي ما راح تنتهي أبدا، يعني اللي في زمن على الأقل راح تتطور وتكبر، ونتأمل أنه يصير الوضع أفضل. أشوف الأسئلة الأخيرة، وأنا عندي هنا في الغويط مين معانا؟ The Last ده ايمن عجمي of Christ. yeah. بيقول لنا الفيلم اللي كنا بنتكلم The Last Temptation of Christ. yeah. يعني هي هذا اعتقد هو صار ده الفيلم اللي هو اللي عصار ضجه في وقتها، يعني ايوه اعتقد اللي صارت محكمة عليه، وبعد ذلك الحاكم اصدر قراره قال اللي ما يعجبه يشوف الفيلم لا يروح، خلاص يعني لا تروح تشوف. بالضبط. لكن في ناس اتضايقت واحتجت يعني. اي طبعا ما راح تنتهي المشكله. على كل حال انا اشكرك دكتور، واتمنى اني في اتمنى راح اكمل موضوع كتابك البحث عن خلاص، لانه انا يعني قريت المقدمه وراح اكمل بقيه، لان اعتبره كتاب مهم جدا مثل ما قلت لك، واعتذر من الجميع لان التسجيل كان سيء. يسعدني طبعا. اي لا كان سيء، واتمنى الصوت كان سيء، كل الناس شكت من رداءه الصوت. راح نجدد اللقاء في هذا الموضوع، وخاصه حتى بهاي الطريقه نفسها، ونكون مستعد نحضر يعني منهج جيد، يعني قراءه جيده للكتاب، وانا اعتقد يستحق، لانه يلمس كل مفاصل الجسد العربي الاسلامي او شعوب المنطقه بجميع جميع الاجزاء، يعني اي شيء تلمسه يقفز في وجهك. ايوه فعلا. شكرا جزيلا للجميع والحاضرين، وشكرا للدكتور، واتمنى تكون لقاءاتنا مستمره. وعندك كلمه اخيره حول مسلسل معاويه، حول الموضوع باكمله اذا تحب. لا انا بس عايز اشكرك بشده على هذه الاستضافه، وجميع الحضور من الاصدقاء الاعزاء اللي حضروا معانا، والناس اللي ما عرفهاش برضو، والناس اللي هيشوفونا بعد كده، ونرجو يعني وجميع تفاعلاتكم مرحب بيها يعني. اوكي شكرا جزيلا للجميع، ونشوفكم بخير، مع السلامه.